مساء الخير دكتورة نيفين، مساء مساء الخير، الخير دكتور ريم والضيوف كلهم، مساء أهلا الخير عليكم. بحضرتك، أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك. مساء الخير على حضراتكم. إحنا سعداء جدا النهاردة، أهو بنبتدي العرض وبنبتدي الترحيب. طبعا طبعا إحنا سعداء جدا النهاردة الأربعاء 16 ديسمبر، متواجدين في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وألكسندريا إي ليرنينج كلوب ومعهد الدراسات اللغوية والترجمة، معهد الدراسات العليا. بيرحب بحضراتكم وبيرحب بالأستاذة الدكتورة ريم بسيوني، وبنرحب بالأستاذة الدكتورة وكيلة كلية الآداب الأستاذة سحر الشريف. أهلا بحضرتك ويانا، وهي أستاذ الأدب العربي الحديث. فطبعا أنا يعني أسبح في بحر مش بحري، فلو احتجت عوامة يا ريت تساعدوني، لأن ده كده أنا كده يعني اللغة الفرنسية أكيد بتطغى عليا في بعض الأحيان، فعلى استحياء بتكلم النهاردة لغة عربية، وإن حضر الماء بطل التيمم زي ما بيقولوا. فسعداء جدا سعيدة جدا بوجودي ويا حضراتكم. وطبعا لمعرفة ألكسندريا إي ليرنينج كلوب، ده نادي موجود أنشأناه منذ جائحة كورونا عشان نتواصل مع أساتذتنا وطلابنا ومعهدنا، وكان الهدف منه التواصل الأدبي والعلمي، وسميناه نادي لأن هو في النهاية هو عضويته بوجود حضراتكم فيه. فده الإيميل بتاعنا، ولنا إيميل جامعي لو حضراتكم حابين تشاركونا بآراء بمقترحات، أهلا بحضراتكم. طبعا إنشاء النادي كان يوم 25/3، والتعلم عن بعد كان أساسي. بعد كده الترجمة، خدنا محور الترجمة، وبعدين خدنا محور اللغويات، وبعدين خدنا محور السينما والأدب، والنهاردة محورنا هو في سبيل اللي هو محور الأدب لليتراتور. فأهلا بحضراتكم. لقاء الأستاذة الدكتورة ريم بسيوني بكل تواضع أقدمها لكم، لأن طبعا يعني أنا تاني بعتها تاني على استحياء دكتورة سحر شريف شاكرة، هي داعمة لكل الأنشطة، وهي ادتني هذه الفرصة ان انا اقدم دكتورة ريم، وهي استاذ اللغة العربية. فتاني بشكر حضرتها، وبشكر الاستاذ دكتور هاني قام بعمل عميد الكلية لدعمه دايما لمعهدنا، وهو كان وكيل الدراسات العليا. فالنهارده اللقاء الجميل اللي هو البوستر الجميل ده عشان افتن لكم عليه، هو صديقتي وطالبتي واخت الدكتوره ريم بسيوني، دكتوره ان شاء الله رانيا بسيوني، هي اللي عاملاه بايديها الجميله، مش عايزه اقول لكم تعبتها قد ايه. فبشكرها جدا على عمل الجميل ده. دكتوره ريم بسيوني النهارده جايه تقدم لنا روايه سبيل الغارق، قراءة التاريخ عبر الرواية. وطبعا دكتورة ريم بسيوني لما أتكلم على الكتاب الجميل ده يعني أنا بتكلم على قصة وحلم. يعني أنا وأنا عمالة أقرأ بقيت أسأل نفسي، هو فعلا ده حقيقة؟ هي في ناس بتكتب بالجمال ده؟ هي هذه الإنسانة العظيمة بتكتب بالرقة دي ورقة المشاعر دي؟ وكم تمنيت أكون عايشة في هذا العصر، ورغم في علي نقد كتير، لكن اسمحوا لي ان انا هتجول في اللغة ما بين الفصحى والعامية، وهيبقى اكثر عامية لان احنا قلنا ده نادي. فطبعا شاكرة للدكتورة ريم بسيوني ان هي لبت دعوتنا، وأول ما قلت لها تتفضل فهي طبعا ما تأخرتش وقالت طبعا معاكو.
فأستاذ الدكتورة ريم بسيوني هي رئيس قسم اللغويات في الجامعة الأمريكية، وهي درست الماجستير والدكتوراه في جامعة أكسفورد ببريطانيا، ودرست في الجامعات البريطانية والأمريكية مثل جامعة كامبريدج وأكسفورد وجورج تاون. طبعا لما أنا بتكلم على الدكتورة ريم هي أستاذ اللغة الإنجليزية، فالواحد يسأل نفسه إزاي، وده أول سؤال هطرحه وحضري نفسك للسؤال ده، إزاي حضرتك بثقافة اللغة الإنجليزية وثقافة التعليم وبتكتبي بلغة أخرى؟ أي نعم هي اللغة العربية اللي هي لغتنا، لكن صعب برضو الكتابة، خصوصا حضرتك بتكتبي بسلاسة جميلة. طبعا روايات دكتورة ريم بسيوني موجودة على ساحة الكتاب العظام، لأن هنا دلوقتي لما نيجي نقول سبيل الغارق أو الطريق والبحر، فإحنا بنتكلم بعد رواية عظيمة برضو اللي هي أولاد الناس، ثلاثية المماليك، إن الواحد ما كانش عارف يقراها ولا يقسمها ولا يعملها على 3 أجزاء، لأن كتاب ضخم من الأدب. طبعا أنا عارفة إن أنتم مش عاوزين تسمعوني، لكن أنا حابة إن أنا أستغل الفرصة وببساطة شديدة أقول إن أنا فعلا كتب الأدبية والكتب العلمية باللغة الإنجليزية وأستاذ اللغويات بنشرف بوجودها ويانا بكل تواضع، بنرحب بيها. وكمان الأستاذة الدكتورة ريم بسيوني حاصلة على جوائز عدة، وكتب عليها زي هبة عبد الستار، وقالت وهناك روايات أخرى تكتب، المسكوت عنه في التاريخ. طبعا كل حاجة، يعني لو حبينا نعرف عن المماليك، دكتورة ريم يعني فعلا عملت سرد جميل لأولاد الناس، وعرفنا كلمة أولاد الناس جاية منين. أوكي، فأنا بدعوكم لقراءتها. بعد كده في دكتورة اعتدال عثمان قالت اللغة في الرواية راقية وإيه كمان، وكثيرا ما تقترب من لغة الشعر. دي حقيقة، وإحنا عمالين بنقرأ كتاب وكتابة دكتورة ريم بسيوني ما بين التاريخ والدين والفلسفة والصوفية والحكمة، يعني فعلا بنتجول بطريقة جميلة. كمان كان لها لقاء قريب مع دكتورة نشوى الحوفي، فطبعا أنا بكل الكلام ده بتكلم عن قصة أولاد الناس، لكن إحنا في سبيل الغارق والطريق والبحر، بس أنا بقول لحضراتكم بشوقكم عشان تسمعوا سبيل الغارق، فهي بنفسيها وينا مش هنقرأ الكلام عنها لكن هنسمعها بذاتها. دكتورة ريم يعني روايتها طرح للتاريخ وتساؤلات عن المماليك كانت وما زالت في سبيل الغارق، هي مزج ما بين التاريخ ومزج ما بين مجموعة من الحكم والمواعظ ومجسدة في الحياة الإنسانية. كذلك دكتورة ريم كتبت عنها إيمان نجيب في أخبار الأدب، حكايات ريم بسيوني لها سحرها، فالسرد عندها متدفق بسلاسة، والحب عندها شعور جارف ومعقد. وفعلا مع قصة الشاطر حسن اللي هي ودتنا في سبيل الغارق، كانت حاجة جميلة جدا ان احنا رحنا في بحر كله جمال وكله يعني رقة وحكم يعني محترمة وجمل قصيرة تحت فكر وخلاصة تجارب حياة. فالخلاصة التجارب الحياة اللي هي طبعا بادعة فيها، ويعني أنا طبعا أحب أن أنا أقرأ الكلام ده، لكن أنا أحب أسمع صوتها في قراءة الجمل، لأن هي صوتي أنا هنا يعني وأنا بختار الجمل كانت حابة محدش يذكر صوتي في قراءة جمل دكتورة ريم بسيوني، لكن نسمع صوتها في قراءة هذه الجمل. فبعد إذن حضرتك هنسمع صوت حضرتك في قراءة الجملة دي،
والعبارات دي، لأن فعلا دي بنبتدي بيها أول جملة وأول عبارة وأول صفحة بندخل فيها في رواية دكتورة ريم. فاسمح لنا دكتورة ريم إن إحنا العبارات اللي أنا هعيدها تاني، حضرتك هتسمعها لنا بصوتك عشان يفطر بداية الحكاية، وإزاي الشاطر حسن حب، وإزاي الشاطر حسن لما اختار الطريق السهل اتعاقب، ولما اتعاقب عمل أعاد حكايته تاني وابتدى يبحر، وإن هي الشاطر حسن المفروض الشخصية اللي بتكسد فلسفة الإنسان هنا إن هو للوصول إلى السعادة، إزاي إن هو كان في خط ليه شخصية أخرى، خط موازي ما بين الشاطر حسن اللي هو في 1882، وتاني بيعيد حياة تانية خط سردي موازي في 1509. لو أنا عمالة بحلل الشخصيات بطريقتي ساعة ما هو كان بيحارب في معركة ديوي. فالدراما الإنسانية عند حضرتك لها صفحات وصفحات محورية في قصة حضرتك جليلة وحسن وأحمد بيه ولمحاته والعبارات الصوفية. طبعا أنا هوقف الكلام عشان الناس كتير عاوزة تسمع حضرتك، مش عاوزة تسمعني، لكن يعني خلال سماع حضرتك هنسأل حضرتك شوية أسئلة بعد حضرتك، ولتوضيح القصة والشخصيات، لأن طبعا في فكر فلسفي وحكم وجمل قصيرة محتاجة إن احنا نفهمها. جمل الغزالي، الجمل ذاكرة التاريخ اللي احنا جايين نتكلم عنها، وعبارات كثيرة، وده الكتاب اللي احنا حابين نسمع حضرتك فيه. أهلا بحضرتك وشكرا لحضراتكم إن سمحتوا لي أتكلم ويا دكتورة ريم بهذه الأريحية، واتفضلي دكتورة ريم. أول حاجة أنا بجد عايز أشكر دكتورة نيفين على الفرصة الرائعة اللي هي ادتها لي إن أنا أبقى معايا الدكاترة الأفاضل والطلبة والواعدين طبعا، وكمان القراء، فبجد بشكرك جدا على الفرصة الجميلة دي، وبشكرك إن أنا بتكلم في اسكندرية. أنا طبعا خريجة جامعة اسكندرية وبأفخر إن أنا خريجة جامعة اسكندرية، يعني مع إن أنا بشتغل في جامعة أمريكية، لكن بالنسبة لي جامعة اسكندرية تعلمت فيها تعليم خلاني لما أروح أكسفورد ما أحسش بأي مشكلة، فدايما أنا بحكي على التعليم اللي تعلمته في جامعة اسكندرية. وطبعا مبسوطة جدا ان انا ما حدش هيتريق على اللهجة بتاعتي، ان انا كل ما اتكلم في القاهرة لان انا بتكلم اسكندراني جامد، اول ما ابتدي اتكلم واقول بقى فطرت يعني بتبتدي الناس تتريق عليا، فالحمد لله معايا اسكندرانية، وهنا احنا الاغلبية النهاردة. انا عارفة ان في ناس جاية برضو من القاهرة معانا، بس ايه يعني هتكلم من غير ما حد الحمد لله يتريق عليا. انا عايزة اقول الاول ان انا سعيدة جدا بجد بوجودي معاكم، واتمنى اللي ما قراش الروايه يقراها لاني احب اعرف رايه فيها جدا، واتمنى اللي قرا الروايه ممكن بس حتى يكتب لنا على الشات عشان اتاكد كم عدد عشان ما احرقش الاحداث للي ما قراش. عايزه برضو ابتدي باولاد الناس الحقيقه، مش بسبيل غارق، لان اولاد الناس هي اللي ادت بعد كده لسبيل غارق. روايه اولاد الناس اللي انا ماسكاها دلوقتي دي بدات افكر فيها سنه 2013. أنا رجعت مصر سنة 2013 ورجعت على القاهرة، وطبعاً أنا عارفة أن في اسكندرانية كتير وعارفين أن الاسكندرانية القاهرة بالنسبة لهم ما بيحبوهاش قوي، مش حاسين بيها قوي زي، أو على الأقل أنا كنت حاسة بكده يعني. فأنا لما رجعت على القاهرة أن أنا هشتغل في الجامعة الأمريكية، أصدقائي قالوا لي طب ما تيجي نتفرج على الآثار الإسلامية، فأنا برضو ما كانش عندي الاهتمام الشديد بالآثار الإسلامية، رحتها وأنا صغيرة وما شفتش فيها حاجة يعني لفتت نظري، لكن هم أصروا، فأنا قلت طب هروح معاهم، ورحنا مع بعض مسجد سلطان حسن. دي كانت أول زيارة ليا في حياتي سنة 2013 لمسجد سلطان حسن، ودي الحقيقة كانت غيرت حياتي بقى تماماً. أول حاجة إن أنا في مسجد سلطان حسن كنت قاعدة وسألت الناس عن المبنى الرائع اللي هو لما حد يخشه يحس فعلاً إن اللي بنيه ده عايز يبين ضآلة حجم الإنسان، وقد إيه دي حضارة قوية وعملاقة ومباني شاهقة. فأنا حبيت يعني قلت لهم مين هو سلطان حسن، فهم ردوا عليا قالوا لي ده سلطان
صرف كل فلوسه على بناء المسجد وتقتل وهو شاب وما اتدفنش فيه. طب انا طبعا بقى برضو بكل السذاجه اقول لهم ده في عصر ايه؟ طيب كان عندنا سلاطين في عصر ايه ده؟ ده عثماني ده ولا يعني ما اعرفش. فقالوا لا ده العصر المملوكي بس كده، ما اعرفش بقى اي حاجه تانية عن المعلومات. وانا قاعده برضو في نفس اليوم بدا الشيخ ينشد قصيده البرده للامام البصيري. طبعا الامام البصيري عندنا في اسكندريه، لكن برضو ما كنتش ما لفتش نظري ان انا اعرف عنه اكتر او اعرف قصته. وهو بينشد قصيده البرده لقيت نفسي عماله اعيط، وانا عامه مش من النوع اللي بعيط يعني كتير. فقلت لا ده كده لازم فعلا ان انا اروح واكتشف اكتر عنه. فروحت البيت وقعدت 3 سنين من بعد اللقاء ده ابحث في تاريخ المماليك. قريت طبعا باللغه الانجليزيه الاول، خليت حد يترجم لي فرنساوي. طبعا انا حاسه بخجل شديد ان انا متاكده ان كل اللي بيتكلموا فرنساوي هنا بيعرفوا انجليزي، لكن اللي بيعرفوا انجليزي مش دايما بيعرفوا فرنساوي، فدي برضه. فخليت حد يترجم لي بعض المصادر الفرنسيه بعض المصادر الايطاليه. بدات اقرا عن عصر المماليك لحد ما رجعت للمصادر الاصليه بقى. وطبعا اكتشفت ان احنا اللي درسناه في المدارس ده يعني ما ملوش اي علاقه بالحقيقه. عصر المماليك هو 267 سنه، مختلف عن عصر الدولة العثمانية خالص. كان في يعني زي ما نقول نهضة ثقافية ومعمارية وفنية كبيرة جدا أثرت في العالم كله. ده كله حاجات ما كناش نعرف عنها كتير. ده بالنسبة لأولاد الناس. وأنا بقى خلصت بحث وكتبت الحمد لله أولاد الناس وخلصت كتابة، وقعدت برضو 2.5 سنين مش متأكدة قوي هعمل إيه. في 2.5 سنين دول وانا بقرا تاني لقيت ان انا في حاجات ما كتبتهاش في اولاد الناس عن المماليك، في مواقف مهمه غيرت العالم كله. يعني زي ما دكتوره نيفين بتقول ان في سبيل الغارق، في روايه سبيل الغارق برضو المماليك حاضره بس مش الابطال. يعني في روايه سبيل الغارق المماليك موجودين بس مش هم الابطال. فكان عندي برضو في حاجه في التاريخ، ان في التاريخ السلطان الغوري في عام 1508 حارب البرتغاليين. انا طبعا برضو مش فاكره او لا يعني مش فاكره قوي ان احنا في المدرسه خدنا ان سلطان غوري حارب البرتغاليين. بس اللي انا بقى وانا بقرا اكتشفته ان في بنهايه القرن ال15 هيحصل 3 حاجات هتغير شكل العالم لحد يومنا هذا. الثلاث حاجات دول حاجتين منهم حصلوا 1492 وحاجة حصلت 1488. 1488 هو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي اكتشفوا البرتغاليين لما تاهوا في البحر، وبعدين لقوا زي يابس أو أرض فلفوا حواليها اكتشفوا أنهم يقدروا يرجعوا زي ما كانوا بالظبط. فدي كانت فكرة طريق رأس الرجاء الصالح، ده في 1488. سنة 1492 حصل حادثين زي ما قلت هيأثروا على مصر. يعني اي حدث بيحصل فعلا بيأثر على مصر، لان مصر كانت قلب العالم وممكن نقول ما زالت قلب العالم. الحدث الثاني، الحدثين اللي حصلوا هما سقوط الاندلس واكتشاف امريكا. فالاثنين طبعا هيغيروا مجرى التاريخ. فاحنا بنفكر في حاجات حصلت من زمان بس احنا عايشين فيها وفي تبعاتها لحد دلوقتي. لما لقيت نفسي وانا بقرا اكتشفت ان السلطان الغوري، وطبعا انا اول ما احكي القصه دي انتوا هتعرفوا بالظبط الروايه دي عن ايه. السلطان الغوري في عصر المماليك كانت مصر كل فلوسها او معظم فلوسها بتيجي من التجاره، والمماليك او التجار المصريين كانوا يعني حاجه كبيره جدا في العالم كله. فاللي كان بيحصل ان خط التجاره بيطلع من الهند، اللي مسيطر على خط التجاره ده كله مصر. تاني برضو نفهم اهميه مصر في العصور دي. فهند يطلع من بحر المحيط الهندي هينزل على الخليج العربي، هينزل على البحر الأحمر، ومن البحر الأحمر هيخش مصر وهيطلع على النيل، طبعا على اليابس الأول، بعدين هيطلع على النيل، ومن النيل هيطلع على البحر الأبيض المتوسط، هياخدوا تجار فينيسيا ويوزعوا على أوروبا. فده كان مجرى التجارة. التجارة دي كانت نوعها إيه؟ حاجات ممكن نحن دلوقتي بنفكر فيها. عايز أقول لكم مثلا فلفل. الفلفل ده كان غالي جداً ويفضل الناس في أوروبا يبحثوا عنه ونادر قوي. فحاجة زي دي، التوابل، حرير، حاجات كتير جدا كانوا هم بيعتمدوا عليها. البرتغاليين طبعا لما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح ضربوا مصر في مقتل في عملية التجارة. بدأت ان التجارة في مصر تبقى الحاجات أغلى، لأن كل تاجر بيقف بيبقى فيه فلوس بتدفع
كل تاجر بيحصل، فطبعا بدأت الحاجات تبقى غالية. لكن البرتغاليين ما اكتفوش ان هم نفسه المصريين في التجارة، هم عملوا حاجة اكتر من كده، هم قرروا ان هم يرهبوا التجار المصريين ويوقفوهم خالص عن التجارة. نشوفوا برضو الفكرة. فبدأوا ان هم يطلعوا بالقراصنة بتوعهم على اي حد في المحيط الهندي، مفكر في مصر تاني مسيطرة على كل العالم لحد المحيط الهندي، هيطلع على اي حد في المحيط الهندي هيتحرشوا بيه، هيقتلوه، هيبنوا قلعة في وسط المحيط علشان يقدروا يضربوا منها ويضربوا كل التجار. اللي حد لو منكم سافر الوطن العربي هيلاقي مثلا ان في الوطن العربي لو راحوا مسقط هيلاقوا قلعة من قلاع البرتغاليين هناك. هنلاقي ان قلاع البرتغاليين موجوده بقى في كل يعني في مواني كتير ما زال في بعضها لسه موجود. فالمصريين هيكتشفوا ان لا، ده في مشكله كبيره، ده انا مش بس ان انا تجارتي بقت غاليه وهم تجارتهم رخيصه، ده هم كمان الطريق بتاعي ما بقاش طريق امن. يعني بكلمكم على الحته التاريخيه في الروايه، فالطريق بتاعي ما بقاش طريق امن. في اللحظه دي مين اللي متضرر من القصه دي؟ المصريين والبندقيه. بندقية لأن هي كانت زي ما نقول اللي the go between أو اللي بين الأوروبيين وبين المصريين، فكده البندقية ما حدش محتاج لها خلاص لأن البرتغال بتطلع وتوزع هي على أوروبا. هيحصل تحالف، ودي حاجة في التاريخ غريبة جدا، في وقت كان فيه طبعا تحيز ديني شديد، هيحصل تحالف بين البندقية المسيحية والسلطان الغوري المصري المماليك المصرية، وهيتفقوا مع بعض ان هم يحاربوا البرتغاليين. التجار البندقيه او سفراء البندقيه هيحاربوهم من غير ما يقولوا ان البندقيه مشتركه في الحرب، هيدوهم اسلحه وهيدربوهم على البحر، لكن مش هيقولوا قدام الناس ان هم مشتركين في الحرب. تجار البندقيه بقى كان عندهم اقتراح جديد قوي للسلطان الغوري، وهم بيقولوا له على حكايه ان هم هيشتركوا معاه في الحرب. قالوا له ايه رايك لو انت عملت قناه جوه مصر؟ لو عملت قناه جوه مصر هتنقذ التجاره المصريه. طبعا انا اول ما بقول كده اكيد كلكم ربطتوا انا قصدي على ايه. فهو تردد وخاف، عشان كده الحته اللي دكتوره نيفين قالتها ان الانسان لو خاف يجازف هينهزم. هو تردد وخاف، وكان خوفه سخريه بقى، ان كان خوفه ان لو عمل كده ممكن العثمانيين يزعلوا فيحتلوه، وهم كده او كده احتلوه بعدها بثلاث اربع سنين. فهو التردد والخوف ده خلاه ما يتخدش قرار ان هو يعمل قناة. وكانت فكرتهم قناة زي قناة سنوسرت اللي هي هتربط بين نهر النيل والبحر الأحمر، دي كانت فكرته. طبعا ما هو ما رفض يعمل. لما طلع يحارب البرتغاليين في المحيط الهندي، في الهند، لان هو كان عنده تحالف مع كل المنطقة دي مسيطر عليها، البحر ده كله مسيطر عليه المماليك المصريه. لما طلع يحارب انهزم في مواقع ديو البحريه، وانهزامه في مواقع ديو البحريه ادى لسقوط سيطره العرب على البحور لحد يومنا هذا. فاحنا بنفكر قد ايه حدث حصل في حته من في العالم كده هياثر فينا لحد النهارده، لان من ساعه اللحظه دي لحد النهارده البحر ده هيسيطر عليه اولا البرتغاليين، بعدهم الهولنديين، بعدهم البريطانيين. طبعا دلوقتي مش محتاجه اقول لكم مين اللي مسيطر عليه، يعني اكيد انتوا عارفين. فيعني لكن مش العرب يعني. فاللي حصل زي ما قلت ان احنا بنتكلم على لحظه بدا فيها الغرب يسيطر على الطرق بتاعه العالم، عشان كده الروايه اسمها الطريق والبحر. ده بقى ليه علاقه بايه؟ ده خلفيه موجوده في الروايه تاريخيه لحدث تاني خالص ما حدش ربط بين الحادثين دول، وهو دخول الانجليز مصر. هما الانجليز دخلوا مصر ليه؟ عشان قناه السويس، وقناه السويس كانت اهميتها ايه بالنسبه لهم؟ بالظبط اللي قالوا تجار البندقيه للسلطان الغوري، انت لو عملت قناه جوه مصر يبقى خليت طريق رأس رجاء صالح ده ملوش اي قوه ولا لازمه. فهنلاقي ان في زي ما الروايه بتقول، الروايه بتتكلم على لحظه هزيمه شديده سنة 1882 بدخول الإنجليز مصر. ده الجزء اللي هو التاريخي في الرواية. أهم حاجة في الرواية هي ربط موقع ديو البحرية وسيطرة الغرب على الطريق، وفكرة تجار البندقية وسفراء البندقية اللي هم فعلا راحوا للغوري وقالوا له إحنا عايزين نعمل قناة جوه مصر، وهو خاف وتردد. وفكرة بعد كده الخديوي سعيد، وبعدين بقراء الخديوي اسماعيل لما افتتح قناة السويس،
واكتمل قناة السويس، ومن ساعتها وبريطانيا حط عينها ان هي هتاخد مصر، هتاخد مصر. عشان كده الرواية بتتكلم على تاريخ دخول الانجليز مصر من وجهة نظر مختلفة، ربط بين تاريخ دخول الانجليز مصر وربط بين اللي حصل في أيام المماليك في القرن السادس عشر، بداية القرن السادس عشر. وأهم من ده وده إن هي بتتكلم على تاريخ المصريين، المجتمع المصري نفسه كان بيبص للأحداث دي إزاي. مثلاً حاجة زي قصف اسكندرية اللي عملوا الإنجليز. الإنجليز دخلوا اسكندرية بأسطول في الوقت اللي ما كانش لها أي لازمة إن هم يضربوا اسكندرية خالص. طب هم ضربوا اسكندرية ليه؟ وهل احنا عارفين مثلا ان هم لما ضربوا اسكندريه حطموا جزء من قلعه قايتباي، حطموا منطقه العطارين كامله، منطقه ميدان القناص زي المنشيه عندنا كامله، عشان كده الصور موجوده في نهايه الروايه من غير اي لازمه خالص، لان هم بعد كده حاربوا احمد عرابي في التل الكبير، فما كانش في اي علاقه بين دخولهم اسكندريه وبعد كده حربهم الناحيه الثانيه. لكن ده كان لسبب تاني، دخولهم اسكندرية كان علشان يحطوا برلمانهم هم في بريطانيا قدام الأمر الواقع إن هم هيخشوا مصر، هيخشوا مصر. وطبعاً لما دخلوا مصر الجملة الشهيرة اللي بنسمعها حتى دلوقتي، إحنا هنخش علشان الاستقرار وهنخش سنة ولا اتنين وبعدين هنطلع. فإحنا متخيلين بقى هم قعدوا 70 سنة، سنة ولا اتنين وبعدين هنطلع. دي كانت يعني حتة في التاريخ مهمة عندي. أنا بحب لما أكتب على التاريخ إن أنا أكتب على التجربة الإنسانية، تجربة الإنسان. الناس لما في الوقت ده كان في زي ما نقول صحوة وطنية، هتهمد في دخول الإنجليز وهيبقى في زي إحساس قوي بالهزيمة، وهترجع تاني 20 سنة بعدها أو 30 سنة بعدها في ثورة 19. بس الصحوة دي ما بدأتش في ثورة 19، هي بدأت قبلها ب 30 سنة، بدأت من أحمد عرابي. ليه بقى؟ لأن في الوقت ده هنلاقي كلمة مصر للمصريين زي ما الرواية بتقول، والكلمة دي قالها مين؟ قالها يعقوب صنوع اليهودي اللي اتنفى بسبب حبه لمصر وبسبب سخريته من الحكام، اتنفى وعاش بقية حياته في فرنسا. لما قال مصر المصريين، الرواية بتجيب الكلمة دي، كل واحد في الرواية من أبطال الرواية بيبص لها ازاي، اللي شايف ان مصر عمرها ما هتبقى للمصريين، واللي شايف ان مصر للمصريين مش مشكلة بس يعني مهمة بس ان كل واحد يقعد في مكانه، اللي شايف ان هو يعني كل واحد بيشوف الجملة دي معناها ايه بالنسبة له. فأنا كان مهم عندي أتكلم على كده. حاجة تانية تاريخية مهمة في الرواية، وهي صراع المرأة من أجل التعليم، اللي احنا دلوقتي كلنا الحمد لله معنا أساتذة ودكاترة رائعين بيفيدوا البشرية. ستات في وقت معين كانت الست اللي تتعلم يتنمروا بيها، يتريقوا عليها، يهددوها، كانت سمعتها وحشة جدا. فكرة إن أنا أول مدرسة أعملها اللي هي مدرسة السيوفية، لو حد منكم راح حي السيدة زينب هيلاقي ان هناك في مدرسة اسمها مدرسة السنية، فهي هي مدرسة السيوفية، هي اول مدرسة لتعليم البنات. فجليلة البطلة بتاعت الرواية هي بنت راحت مدرسة السيوفية في الوقت اللي البنات المصريات او العائلات المصرية رفضت تودي بناتها المدارس، وبقت المدارس يتراح فيها الرق الابيض ووصفات الزوجات الخديوي، لان المصريات رفضوا ان هم يخشوا المدرسه دي. هتبقى هي اول مصريه واول مصريه تدفع ثمن دخولها المدرسه. هي كانت عايزه تاخد شهاده المبتديان اللي هي شهاده الابتدائيه دلوقتي، عشان برضو اللي راح السيده زينب هيلاقي ان مثلا دار الهلال في شارع اسمه شارع المبتديان، عمرنا ما فكرنا هو اسمه المبتديان ليه، علشان دي الشهاده اللي خدتها اول بنت اللي هي طبعا نبويه موسى. فبعد جليلة بعشرين سنة هتيجي نبوية موسى وهتتحدى وتاخد الشهادة دي وتدرس في المدرسة وترجع تاني تنادي بتعليم المرأة. برضو نبوية موسى طبعا أكيد أنا متأكدة أن أساتذة هنا يعرفوا، بس هي حصل لها تنمر شديد جدا، ما هياش أنها عاشت حياتها بسهولة، لا دي كان بيتقال عليها كلام، دي عسكري، دي راجل، دي شكلها وحش، دي فيعني هي برضو دفعت تمن ان احنا دلوقتي متعلم ومن غير اي مشكله وما بنبقاش عندنا اي مفيش تنمر بيحصل علينا في التعليم. فدي صراع او مجاهده المراه المصريه قبل كثير من نساء العالم، مش بس نساء الوطن العربي، انها تقدر تحصل على التعليم في المدارس الحكوميه مش مدارس التبشيريه في الوقت ده. دي كانت حاجه الحقيقه انا شايفاها انها فخر للمصريات وحاجه لازم الواحد يكتب عنها،
بيكتب عنها بكل صراحة، ما يكتبش إن يعني بطريقة زي ما نقول مثالية إن هو خلاص بقى هي راحت المدرسة والناس كلها اتبسطت وكل حاجة مشيت كويس، لا يكتب قد إيه المجتمع كان رافض لده، وقد إيه المجتمع يحتاج إلى شجاعة امرأة علشان يقدر إن هو يتقبل. يعني زي الرواية ما بتقول، الأفكار الشجاعة تحتاج إلى وقت لتنتصر، ولكنها حتما ستنتصر. يمكن هي دي الفكرة الأساسية في الرواية. طبعا زي ما دكتورة نيفين بتقول، في جزء التاريخي في الرواية وفي جزء الفلسفي اللي هي فكرة الطريق، بقى طريق الإنسان، طريق النفس، طريق فهم النفس، وطريق فهم الإنسان، والاختيارات اللي الإنسان بياخدها، وطريق الرضا. دي طبعا جزء تاني من الرواية. بما إن احنا النهاردة مركزين على التاريخ، فأنا حبيت أدي شوية فكرة عن التاريخ. عايزة برضو أقول إن في رواية سبيل الغارق، الطريق والبحر، أنا كان مهم عندي جداً إن أنا أتكلم على برضو علاقات، حاجة زي العبودية، محد يعني برضو حاجة ما حدش اتكلم عليها في مصر قوي، إن إحنا كان عندنا عبيد في مصر، يعني مش عدد كبير زي في أمريكا، بس كان عندنا عبيد في مصر. ولما الخديوي إسماعيل قرر إن هو يلغي العبيد، لغاهم علشان الغربيين كانوا بيقولوا إن منظر العبيد أو شراء العبيد في الأسواق مؤذي. فإحنا كنا بنتكلم على وقت برضو في حاجات إحنا ما نعرفش عنها كتير. فأنا برضو كنت دي حاجة من الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها في الرواية. السؤال اللي دايماً يمكن النهاردة عايزين برضو نتكلم فيه مع بعض هو لما نكتب رواية تاريخية، إيه مدى مصداقية الكاتب في الرواية التاريخية؟ هي رواية، هي مش كتاب تاريخ، وحتى كتاب التاريخ زي ما أنا شفت فيه أيديولوجيات مختلفة. أنا شخصياً بحس إن أنا ما أقدرش أكذب. يعني ممكن أشوف شخصية من وجهة نظري، بس ما ينفعش إن أنا أشوه الشخصية. يعني حد انتصر أجيبه انهزم، شخص معروف في التاريخ إنه طيب أجيبه شرير، يعني ما ينفعش إن أنا أشوه الشخصية. لكن طبعا خيال الكاتب موجود، تخيله لشكل الشخصية موجود، بس دي وجهة نظري. يعني عايزة بقى أسمع آرائكم، وأسمع طبعا دكتورة نيفين، وأشكركم جدا على الفرصة الجميلة دي. احنا بنشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي. طبعا أنا مش عاوزة أكون أنانية، لكن أنا هفتح الحوار للأساتذة الأفاضل، وزي ما حضرتك تشوفي في الشات مقدمة حضرتك في التاريخ معلومات فعلا كنا أو أنا شخصيا كنت أجهلها. وتساءلت سؤال وأنا عمالة أقرأ القصة، هي كل ده جليلة عملته عشان تتعلم، وإحنا النهاردة ولادنا مش عاوزين يتعلموا. فلما بنقرأ الحكاية وبداية القصة، ويعني أنا حتى في جمل حضرتك حطاها في القصة، يعني فعلا تساؤلات، يعني بقيت أسأل نفسي أقول يا ربي كل ده العناء، يعني فعلا. وبعدين العلاقة الجميلة الشجاعة والجريئة، فيها كل مشاعر ما بين جليلة وحسن، يعني فيها شخصية أنتينوميك، يعني زي ما بيقول شخصيات فيها التضاد، يعني والشخصيات اللي فيها التضاد دي يعني داخل فيها أجيد جزء في علم النفس. فالسؤال الأولاني اللي بطرح حضرتك قبل بطلع حضرتك عن التاريخ خالص، أوكي، بس التاريخ مترابط مع كل الأزمنة وكل العلوم، فأكيد في خط سلوك نفسي. إيه الخط اللي حضرتك تقوليه لطلابنا لما ييجوا يعملوا تحليل يعني للشخصية، غير البعد الحب، ويا ريت الشاطر حسن كان ويانا، ويا ريت يعني هنبتدي بيه الأول، وبعدين ندخل في اللي هي التعليم، وإن هو ليه دلالة كانت سيئة ومهينة ومشينة، زي ما حضرتك قلتي الرق الأبيض. يعني هل التعليم هو ده؟ بالعكس، كان في أوروبا التعليم في أوروبا كان غير كده تماما.
فكان هو كان بيواجه التعليم بدأوا بيه عشان يواجهوا الجهل، عشان يواجهوا المسرح، عشان يواجهوا، ابتدت تعمل المدارس التبشيرية. فأنا سألته سؤالين 2 in 1 دلوقتي. ده أنا بطرح السؤال الأولاني وبعدين أفتح الحوار للأساتذة الأفاضل وقراء الجمال الحاضرين معانا. اتفضلي دكتورة ريم. طبعا سؤالين مهمين جدا. انا اعتقد ان حكايه علم النفس او بالنسبه للتحليل الشخصيات هو محتاج قراءه شديده جدا، قراءه. يعني انا دايما بقول، يعني كتير قوي اتسال طب الناس تقرا روايات ولا تقرا كتب علميه وتاريخ، انا دايما بقول ان قراءه الروايات الجيده اكبر معلم للحياه. فيعني عكس ما الناس فاكره ان بس الروايه دي يعني مجرد حاجه للتسليه، اي تسليه فيها فايده، حتى لو معلومة صغيرة خدناها، حتى لو تفكير في شخصية وفي تركيبة شخصية. فأنا شايفة دي وجهة نظري. فأنا أعتقد أن القراءة هي اللي هتساعد الطلاب بتوعنا أن هم يقدروا يحللوا ويفهموا الشخصيات كويس. بالعكس، إحنا لما بنقرأ كتاب أو رواية وبنبتدي نحلل الشخصية ونفهمها ونفكر يا ترى الشخصية دي موجودة حوالينا، في شبهها، الشخصية الإنسانية، الكاتب اللي يقدر يكتب تجربة إنسانية صادقة المفروض انها تعبر الازمان وتعبر المحيطات، يعني ملهاش يعني اي حد يقدر ان هو يتعاطف معاها في كل العصور. فدي حاجه طبعا مهمه جدا. يعني السؤال الثاني كان على، فكريني كده، التعليم. يعني ازاي ان الجهد اللي هو عارف منه جليله وجات بعديها النبويه موسى، حضرتك طبعا ربطتيها دلوقتي ان هي فرق 20 سنه بعد كده، لكن في جمل يعني انا حطاها، يعني والعلاقه ما بين حسن وجليله، وان هو شايفينه عار ان الست بتتعلم. يعني الفكر ده حضرتك وصل لك ازاي ان تعبري عنه؟ احنا عارفينه وقراناه وعرفناه، بس الكتابه والكلمه فعلا عبرت عنه. بقيت حاسه قد كده ان الاهل ندمانين اكنهم زوجوها زيجه فاشله لما هي دخلت التعليم. اوحش، صح، اوحش كمان، يعني ضيعوا مستقبلها، ضيعوا مستقبلها ان هم دخلوا المدرسه. وانا بدرس، يعني انا وانا بقرا في التاريخ ده الحقيقه ساعات كمان، يعني المراجع الاجنبيه بتدي اكتر فكره عن المجتمع، انهم يعني بيعملوا دراسات يمكن مش عارفه ليه بس دايما بتدينا انعكاس اكتر للمجتمع. بس وانا بقرا في الفتره دي قريت ازاي الخديوي اسماعيل كان عنده الفكره ان هو يعلم البنات، زي ما عمل مدارس حكوميه للولاد عايز يعمل مدرسه مصريه للبنات، ما تبقاش مدرسه تبشيريه مش تبع اي دوله، عايزها تبقى مدرسة مصري. فهو طلب من زوجاته الثالثة ان هي اللي تفتح المدرسة دي. مهم ان احنا دلوقتي برضو عشان اجاوب على سؤالك نفتكر ان احنا بنتكلم على مرحلة في تاريخ مصر، زي ما نقول مرحلة مهمة جدا، لان هي مرحلة هتغير شكل تاريخ مصر، مرحلة خطيرة. ليه؟ عندنا زي ما الرواية بتتكلم وزي ما احنا حتى كنا بنتكلم في محاضرة قريب على المعمار، عندنا دلوقتي خديوي هو عنده حراملك، خلي بالكو، يعني عنده حراملك وعنده 4 زوجات وكل حاجة، لكن عنده فكر أوروبي عايز مصر تبقى قطعة من أوروبا. فبدأ إن هو يشجع المصريين على إن هم يبنوا فيلا زي الفرنسيين. عشان كده برضو الناس بنفكر في الحتة دي ليه، لأن كل الوقت ده كان في عندنا بيوت، بنتكلم بيوت العربية اللي هي لسه موجودة، فضلت موجودة بعد كده مدة في الحارات المصرية، اللي هي البيوت العربية اللي فيها حراملك وفيها سلاملك وفيها دايما المشربيات، الستات ما ينفعش كده تطلع في الشبابيك، الستات ما ينفعش تحتك بالرجال. هو لا، هو عنده فكر أوروبي، هيبتدي بقى ان هو يقول ايه، لا انا عايز بقى الأمراء والناس الأغنياء في البلد يبقوا زيي ويعملوا حاجات هو شايفها ان هي معاصرة. عشان كده احمد بيك ثابت في الرواية هينتقل وهيروح يعيش في باب اللو، برضه ما كنتش عارف ساعتها ان الزمالك لسه ما كانتش اتعملت مثلا، فهو هيروح يعيش في باب اللو مع في فيلا على الطراز الفرنسي. دي برضه حاجه كانت بالنسبه لي يعني جديده ان انا اكتشفها. اكتشفت بقى ان لما جت هي زوجته الثالثه تعمل مدرسه السيوفيه دي في البدايه تشجع البنات ان هم يخشوا، البنات ما رضتش تخش، حتى دي جاي امر من الخديوي وهم مش راضيين ينفذوه. طيب اقول لك بقى حاجه اكتر سخريه بقى، الانجليز لما دخلوا مصر، أنا كتبت كده في كتاب اللغة والهوية في مصر الحديثة، جبت حتة مقطع
قاله اللورد كرومر في كتابه، هو كتب كتاب على مصر، قال لك المصريين دول شوية جهلة ملهمش هوية، وشوية من الناس الفقراء، ومحتاجين يد العون من الأوروبي التي ترفعهم إلى أعلى وإلى الحضارة. خدوا بالكم بقى في أفكارهم عننا يعني. فهو ده بيقول الكلام ده في سنة 1901 مثلا. الإنجليز بقى اللي بيقول لك عايز يد العون من الأوروبي عملوا إيه في المدرسة دي؟ أهملوها. شوفي بقى، ما ساعدوش البنات تتعلم، ولا أهملوا التعليم عكس ما احنا فاكرين. أهملوا التعليم. اللي هيجي بعد كده هيهتم بالتعليم هم المبادرات اللي هتحصل من المصريين، زي الجامعة. الجامعة مين اللي عملها؟ الجامعة المصرية. الجامعة عملها المصريين بيد مصرية من مثقفين مصريين. فإحنا يعني قد إيه ساعات ما يبقاش في دماغنا قوي الدور الرائد اللي لعبه مصريين كتير جدا في نهوض التعليم في مصر. فلما هنلاقي ان البنت في البدايه، لا هو ده هو مثلا الاحتلال الانجليزي ما شجعش البنات على التعليم. برضو لازم نفتكر ان في الوقت ده في اوروبا تعليم البنت في المدرسه لسه برضو ما كانش حاجه موجوده كتير. فيعني كانت حتى في بلاد اوروبيه بقى تخلفت جدا زي سويسرا، خدت مده اطول كمان انها تعلم البنت في المدرسه وانها تديها اي حقوق خالص. فاحنا كنا في المقدمه في الوقت ده بالنسبة لتعليم المرأة، يعني كنا فعلا في المقدمة في العالم. فدي برضو عايز أقول لك إن أنا وأنا بقرأ الحكاية دي يا دكتور نيفين، أول حاجة افتكرتها عارفة إيه؟ قصة البنت الباكستانية منالة، ملا ضربت اللي هي اتضربت بالنار في رأسها عشان رايحة المدرسة. فما زلنا حتى يومنا هذا صحيح ده بيحصل في أماكن في العالم. فأنا قلت يا ده فعلا، وقد ايه البنت دي دلوقتي بيحتفوا بيها بقى، وانجلترا ادتها يعني سكولرشيب وبتدرس بره، وقد ايه. لكن مثلا جليلي او نبويه موسى، لا دول هم ناس عفروا مفيش حد احتفى بيهم. ده هم فضلوا لاخر يوم في عمرهم هم اللي يعني دفعوا ثمن الشجاعه القويه اللي هم اتخذوه. رائع دكتورة ريم. ربنا يخليك. يعني حضرتك بتوضحي حاجات وربط أحداث جميلة. أنا طبعا الكتاب بتاع حضرتك يعني لم أنوه عنه في الأول، لكن أشرف إن أنا أقول إن الطبعة الأولى خلصت بعد 5 أيام من نشر الكتاب، وبعد 5 أيام اتطبعت الطبعة الثانية، وبطبعا نأمل النجاح المستمر دايما. فنجاح الكاتب اللي حضرتك يعني تمثلي المرأة في القطر المصري، الكاتبة المثقفة اللي بتحمي تاريخها عبر القصص، لأن أنا بشوف ده إن هي وجود التاريخ في القصص مكتوب بطريقة راقية بتحافظ على تاريخنا برضو. فإزاي حضرتك بتحافظي على هذا النجاح، وإزاي مود الكتابة؟ يعني إحنا دايماً بنقول ساعة كتابة الرسائل والماجستير مستنيين الوحي ينزل، مستنيين اللي هي لحظة الكتابة. يعني كل كاتب نجيب محفوظ كان ليه لحظة، وكان ليه وقت وزمن وطقوس عبر التاريخ برضو. هطلع بيه شوية وبعدين هندي التاريخ حقه، لأن أنا عارفة إن كتير من الأساتذة، أنا يعني آخر سؤال ومش هتكلم بعد كده وهسيب الجمهور يسأل أسئلته الجميلة. اللحظات اللي حضرتك بتكتبي فيها، لأن أنا بقول هذه الكاتبة الرقيقة المشاعر بتكتب إزاي الكلام ده كله؟ إزاي؟ يعني كلنا بنكتب، وقريت لكتاب كتير، وأنا الحمد لله يعني زي ما بيقولوا دودة كتب يعني. بس طبعاً لا يعني 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 حتى بنتي ساعات بتقولي مامي انت بتشتري كتب كتير قوي، بتلحقي تقريها امتى؟ قلت لها بس ما بتفرجش على التلفزيون، الكتاب هو الأساس عندي. فحضرتك اللحظة دي بتبقى ازاي بقى؟ احكي لنا عنها عشان ندخل في التاريخ تاني. والله انت النهارده ربنا يخليكي والله يا دكتوره نيفين على كلامك الجميل على الكتاب. يعني بصي، هو انا بالنسبه لي الحقيقه انا باخد الكتابه مأخذ جد جدا.
بحس ان انا لازم افكر ان القارئ ده انسان طبعا مثقف وفاهم وقادر ان هو يفصل بين صدق الكاتب وبين كاتب بيكتب لمجرد الكتابة او لمجرد ان هو عايز يتشهر او كده. دي حاجة مهمة جدا. فانا احتراما للكاتب ما كتبش غير لو انا عندي وحي وعندي معلومات عايزة اوصلها. فانا قعدت 7 سنين ما كتبش. يعني انا خدت جايزتين في بداية حياتي في الكتابة. 2005 انا بدأت انشر، 2007 2009 اخدت جايزة ساويرس فرع الشباب مركز اول على الدكتورة هناء، وطلعت بعد كده في مكتبة الاسرة رواية الدكتورة هناء وترجمة لغات كتيرة. وبعدها في نفس السنة خدت جايزة أحسن عمل مترجم عن رواية بائع الفصدق في أمريكا. فخدت جايزتين، ويعني كنت بكتب وكتبت بعد الروايتين دول روايتين كمان، حب على الطريقة العربية وأشياء رائعة، وتوقفت عن الكتابة 7 سنين. كتبت فيهم بقى كتب علمية، وافتكرت إن أنا موهبتي خلصت. يعني قلت خلاص انا ولو ما عنديش حاجه اقولها مش هخصب نفسي ان انا اقعد اكتب. لحد زي ما قلت لك لما جيت مصر وتغير بقى الوضع كله، يعني بزياره مسجد السلطان حسن كتبت بقى مرشد سياحي، وبعدين اولاد الناس، وبعدين سبيل الغرق. 3 دول بقى اللي كتبتهم لما انتقلت مصر. فلما لقيت نفسي ان انا عندي الالحاح الشديد ان انا اكتب، الطقوس بقى بص، يعني هقول لك انا لما بكتب بنسى بقى كل حاجه حواليا خالص، فيعني يبقى في خطوره بقى في البيت. يعني مره حرقت المكرونه مثلا، دي حاجه يعني بسيطه من الحاجات اللي انا عملتها. بيبقى في بقى ان انا ايه مش شايفه قدامي، ببقى مركزه في الكتابه داخله جوه العصر. انا فعلا كنت داخله جوه العصر، يعني خدت وقت عشان اطلع منه. يعني بركز جدا في الكتابه. يعني بقعد ممكن اكتب طول اليوم، يعني ممكن اكتب 12 ساعه او اقعد اشتغل على الكتابه. بعد الكتابه في قرايه وفي مراجعه، فممكن اقعد يعني اخش جوه حاجه مده طويله جدا وما بقاش حاسه بالوقت ولا بالناس اللي حواليا ولا اي حاجه. يعني انا بسال لحضرتك ليه، لان انا برضو عاصرت الكاتبه والدكتوره الجميله الدكتوره داليا سعودي، وهي برضو بتكتب في جريده الشروق وكده. فلحظه الكتابه عندها يعني لحظه ولاده، فقد كده بتبقى معاناه، وكانت هي بتحكيلي عنها. فيعني فدي انا بحاول اشوف لحظات الكتابه عند الكتاب العظام زي حضراتكم. طيب احنا نفتح باب الحوار، تسمحيلي، مع الساده اللي هم رافعين ايديهم. فاستاذه امامه طالبه معهد دراسات لغويه والترجمه، اتفضلي. وبعدين استاذه ايمان الشناوي برضو رفع ديها. بس قبل ما نطرح الأسئلة دعيني برضو نرحب بأساتذة الكليات من قطرها، من يمينها لشمالها لجنوبها لشرقها. وطبعا سعادة الوكيلة الأستاذة الدكتورة إيناس حسين، أهلا بحضرتك ويانا. وكمان دكتورة نهاد، أهلا بيكي ويانا. يعني فعلا سعيدة بوجود حضراتكم معنا. اتفضلي أستاذة أمامة. السلام عليكم دكتور نيفين. السلام عليكم جميعا دكتور ريم. أنا بحييها جدا على يعني أولا على كتابتها. لازم اللي بيطرح السؤال يفتح الكاميرا عشان نشوفه من فضلكم. مش سيئوي لاحقا يعني. أوكي مش سيئوي. يعني أنا بحيي دكتور ريم على كتابتها للرواية باللغة العربية. وكمان أنا يعني كنت عايزة أسأل، مدام الرواية بتتكلم على تاريخ احتلال الإنجليز لمصر وحفر قناة السويس، فهل دكتور ريم بتفكر إن هي مثلا تعمل جزء تاني للرواية تتكلم على الحقبة التاريخية اللي بعد حفر قناة السويس، مثلا الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية؟ لأن الرواية التاريخية على فكرة دي أفضل وسيلة يعني تخلي القارئ يعرف التاريخ من خلالها، يعني غير لما الواحد يمسك كتاب تاريخ أكيد بيحس بملل. وكمان معلش بعد إذنك يعني عندي سؤال تاني. أنا شايفة لما قريت السي في بتاع دكتور ريم شايفة روايات ليها اترجمت، فيعني أنا يعني مدام دكتور ريم ربنا يبارك اللغة العربية بتاعتها جميلة ومتمكنة، وطبعا متمكنة في اللغة الإنجليزية، فهل هل حضرتك فكرتي إنك تترجمي الرواية، أي رواية ليكي بنفسك، ولا حضرتك ما فكرتيش في الموضوع ده؟ شكرا أستاذة أمامة.
اتفضلي. شكرا يا أمامة. خليني أبتدي بسؤال الترجمة، عشان طبعا إحنا معانا هنا متخصصين في الترجمة، وأقول إن الترجمة صعبة جدا، ودي بقى برضو عايزة موهبة. ويعني أي حد يفتكر إن الترجمة دي ممكن لو حد يتقن لغتين إن هو يقدر يترجم من غير ما يكون دارس، ومن غير ما يكون اتنين موهبة ودراسة، فهي طبعا حاجة بالنسبة لي أنا صعبة وعارفة قدر نفسي فيها. فلو قدرت، لو يعني لو بدأت إن أنا أترجم، هتبقى مش هقدر أوصل زي ما حد يكون متخصص في الترجمة ويترجم. كمان أنا عندي حاجة كده زي مخي منفصل حتتين، الكتب العلمية بقدرش أكتبها باللغة العربية، يعني تعودت بقى إن أنا يعني مخي متوضب إن هو أكتبها باللغة الإنجليزية، لكن الكتب الروايات حاولت أكتب باللغة الإنجليزية وما عرفتش، ما قدرتش أعبر خالص، يعني فجأة الإنجليزي ده كله راح مني، لقيت نفسي مش قادر أكتب غير بالعربي، العربي بس اللي بقدر أعبر فيه عن اللي أنا عايز أقوله. فواضح إن أنا عندي الحتة دي، القسمة دي جوايا، ففعلا صعب إن أنا أترجم يعني. الحمد لله إن أنا حظي حلو إن أنا ممكن أشوف أو أراجع الترجمة الإنجليزي، بس ما قدرش أراجع أي ترجمة تانية، فما أعرفش بقى اللي بيحصل في الترجمات التانية. يعني فده الإجابة للسؤال. بالنسبة لجزء تاني، الله أعلم، ممكن يعني أنا ما أعرفش بالظبط، يعني ما كنتش عارفة برضو هكتب على إيه لما خلصت أولاد الناس، فممكن الواحد يعني يلاقي نفسه إن هو بيكتب على حقبة تانية. لكن هي الرواية برضو فيها حتة في النهاية على هامش التاريخ، بتتكلم على لحظات تانية مهمة في تاريخ مصر، فاللي يقرأ الرواية هيلاقي في النهاية كده زي ما دكتور نيفين قالت، الحتة اللي على هامش التاريخ بتدي يمكن المعلومات اللي محتاجة الجزء التاني بتقولها بتلخيص بسرعة يعني. شكرا دكتورة ريم. قبل ما ندخل على سؤال أستاذة إيمان الشناوي، أحب أرحب بالروائي والكاتب الجميل دكتور موسى رحوم، سوري الجنسية ومقيم في الرياض وكاتب وروايات كتير جدا، فأهلا بحضرتك ويانا. اتفضلي يا أستاذة إيمان. أستاذة إيمان الشناوي، حضرتك افتحي المايك. طيب ندي كان أستاذ إيمان حضرتك ويانا ولا؟ طيب ندي السؤال التالي لأستاذ أحمد محجوب، اتفضل كنت رافع إيدك. مساء الخير دكتور نيفين، مساء الخير دكتور ريم، مساء الخير الدكاترة العظام، مساء الخير. أنا الأول بحيي دكتور ريم على هذا العمل الأدب الرائع العظيم في الفترة الحقبة اللي احنا فيها، يعني للأسف تم الأدب حصل فيه سقوط في المؤلفات، ومش من الكل يعني، بعض التأليف وبعض الاهتمام الأدبي. فحقيقة على هذا العمل يعني أنا بشبهه برضو حضرتك، طبعا احنا عارفين قيمة الأدب في الارتقاء بالشعوب وبالأمم، زي ما شفنا احنا في للكاتب جورج أورويل في أوروبا، لرواياته الكثيرة السياسية التاريخية زي أنيمال فارم و 1984، الرواية هنا تاريخية أدبية. السؤال حضرتك يا أستاذ أحمد؟ سؤال يا دكتور جاي أنا في هنا، هذه ليست قضية مسلم ومسيحي، هي قضية مصري يا أخي، يقف فيها الأقباط مع المسلمين ضد الجشع والضعف والظلم، الظلم فان إلى آخره. أنا بسأل الدكتور ريم سؤالين، يعني هي طبعا زي ما احنا عارفين ان هي جت مصر بتقول في 2013، و 2013 دي كان لها على ما اعتقد يعني كان لها تأثيرات على شخصيتها من هي عادة التاريخ، وان حركة حصلت في مصر واضحة في الكتابات بتاعت حضرتها وتشجيعها ان احنا نحب مصر كلنا، نريد مصر للمصريين زي ما مكتوب في الروايه. السؤال الاولاني اللي هو تاثرها بالاحداث، والسؤال الثاني هل هناك رمزيه، هل جليله ذات تمثل مصر او الرمزيه في الروايه؟ مش عارف هل الكاتب هل من حقه ام الناقد هو اللي هينتقد الشيء ده. شكرا استاذ احمد، ميرسي قوي. اتفضلي دكتوره ريم. شكرا استاذ احمد. طبعا سؤالين صعبين جدا على فكره الاثنين، بس مهمين قوي. هو بالنسبه للسؤال الاول، انا ممكن ما اقدرش ادرك لسه، اكيد كل الاحداث اللي حصلت في مصر من 2011 اثرت فيا جدا،
وممكن ده برضو في الوقت اللي أنا فعلا توقفت عن الكتابة، يمكن عشان أحاول أن أنا أفهم أكتر وأبقى عارفة إيه اللي بيحصل بالظبط. فأنا قعدت متوقفة لحد 2017 عن الكتابة، من 2010 ل 2017، فدي فترة برضو يعني طويلة زي ما قلت 7 سنين. فأكيد طبعا أثرت فيها، لكن مش قادرة أعرف بالظبط تأثيرها إيه. يمكن أكتر القارئ يمكن يحس أكتر تأثيرها إيه. لكن بالنسبة للسؤال الثاني كان على، معلش ممكن تفكرني، رمزية دكتور ريم رمزية. هي طبعا هو يعني هو جليلة ممكن توصلها على انها مصر، وممكن توصلها على انها الدنيا، اللي هي لما تروح من ايد الانسان بيبقى متضايق او يلاقي نفسه فجأة كده الدنيا، زي ما يقول الدنيا يعني ودتني ظهرها، مش في كده عندها تعبير مصري كده، او ان هو عايز يمسك فيها. فهي ممكن نعتبرها كده وممكن نعتبرها كده. الرواية نفسها ممكن نقراها يعني على يعني ممكن نقراها الاول على ان هي بتتكلم على تاريخ مصر، وحسن ده يعتبر الشعب المصري وان هو مصر، وممكن بقى نقراها على مستوى تاني خالص، على مستوى انساني، ان حسن ده هو البشر، هو الانسان، وان احنا وان جليلة دي هي الدنيا، وعلاقة الانسان وصراعه للوصول للدنيا، وزي ممكن تروح منه في اي لحظة. فهي ممكن احنا نبص لها نظرتين يعني، واحدة اعمق من واحدة. شكرا دكتورة ريم، ميرسي أستاذ أحمد. أستاذة إيمان ناوي، أيوة دكتور مع حضرتك، بس اسمحي لي دقيقة واحدة، ياريت حضراتكم تكتبوا الأسئلة اللي حضراتكم بتطرحوها في الشات بوكس من فضل حضراتكم، ونفتح الكاميرا. ميرسي قوي، شكرا. تفضلي أستاذة إيمان. دكتور ريم السلام عليكم، دكتور نيفين زي حضرتك، تشرفت بوجودكم ودي معاكم طبعا. سؤالي في عجالة، أنا كنت طبعا قريت أولاد الناس وقريت سبيل الغارق، فهنا سؤالي، هل الشخصيات دي يا دكتور كلها، يعني حضرتك طبعا بتعملي دراسات تاريخية قبل ما بتكتبي الروايات دي، فهل كل الشخصيات اللي موجودة في الروايات هي من وحي الخيال حضرتك تماما، ولا أثناء القراءة للتاريخ كان في يعني شخصيات واقعية تاريخية موجود، زي مثلا شخصية حسن، زي شخصية جليلة؟ يعني حضرتك ما دلوقتي في تعليق حضرتك قلتي إن ما بين شخصية جليلة وما بين شخصية نبوية موسى في حقبة من الزمن، فده معناه إن شخصية جليلة دي فعلا موجودة في التاريخ حضرتك يعني قريتيها أو لقيتيها في التاريخ أثناء تحضيرك للرواية؟ شكرا أستاذة إيمان. شكرا. هو طبعا أنا دايما السؤال ده بقول ده سر، زي سر الخلطة كده مش بحب أجاوبه قوي، بس يعني عشان عارفة إن إيمان هتبقى عايزة إجابة، أقول لها إن في شخصيات كتير في الروايات حقيقية. طبعا مش كل الأحداث بالضبط كده حقيقية، لكن طبعا في، أنا بعتمد برضو ده يعني فيها تاريخ، ففي شخصيات حقيقية، في أحداث طبعا تاريخية حقيقية، وفي حاجات من وحي الخيال، وفي شخصيات من وحي الخيال، في كده وفي كده يعني. بس هقولك حاجة، وأنا بكتب بقى يا إيمان بتلخبط يعني، أنا من أول لحظة الكتابة الشخصيات كلها حقيقية، أنا شايفاها قدامي، أنا حتى مش عارفة أفرق خلاص بين اللي كان مش حقيقي وإيه اللي حقيقي. ان انا خلصت القرايه كلها وبدات الكتابه، ساعات ارجع لو انا في حاجه مثلا في التاريخ، اصل هي التاريخ ده برضو صعب قوي، خصوصا التفاصيل اللي احنا ما عشناهاش، فيجي مثلا تفاصيل زي لو قريتي اولاد الناس دلوقتي، اللحظه اللي بقى فيها قاضي كوس، القاضي عمرو بدا بقى هو قاضي القضاء، طب ما في مراسم بقى بتتويج او ان واحد يبقى قاضي القضاء، فدي بالنسبه لي كانت صعبه جدا، قعدت ادور بيلبس ايه وبيقعد ازاي والناس هتخش عليه ازاي، التفاصيل دي كلها لا بتحتاج الواحد يفضل يراجع لها يعني كل شويه. لكن غير كده بحاول ان انا خلاص كل الشخصيات قدامي حقيقيه، والشخصيات بتتصرف لوحدها، وساعات الشخصيات تفرض عليا تصرف، يعني اكون مثلا بادئه بشخصيه هتتصرف تصرف معين والاقيها غيرت رايها، لان يعني هي الشخصيه لها حياتها يعني.
شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك جدا على الإجابة. شكرا للأستاذة إيمان وشكرا لدكتورة ريم. بالنسبة كان عندي سؤال، لو ما فيش أنا مش شايفة حد كتب أسئلة، فعندي فرصة إن أنا أسأل حضرتك سؤال. بالنسبة للرجوع للمستندات للوثائق، حضرتك رجعت لها إزاي وفين وبحثتي عنها إزاي؟ يعني عشان نقول يعني مصداقية، طبعا لكل عمل ليه مصداقية، فالحاجات دي احنا في اي عمل اكاديمي لازم نكتب الريفرنسز ليه. فطبعا انا سعدت جدا باخر ثلاث صفحات، يعني فعلا حسيت في مصداقية في الكلام اللي انا عمالة احلم بيه طول الرواية. ف يعني لو حضرتك تسمحي لي تجاوبي على السؤال ده يبقى كتر خيري. طبعا انا فعلا عايزه اقول لكم ان انا حاليا دخلت جوه التاريخ لدرجه ان اساتذه التاريخ بيطلبوا مني ادي محاضرات اشجع الطلبه ياخدوا يخشوا قسم تاريخ. يعني حاسه ان في مشكله كده حصلت، ان انا مش اشجعهم يخشوا القسم بتاعي، لا اشجعهم يخشوا قسم تاريخ. فانا اقول لهم حاضر. فبدات ان انا دخلت جوه التاريخ، بقالي دلوقتي حوالي 4 سنين فعلا بقضي كل الوقت الفراغ اللي عندي بقرا في التاريخ، ما اعرفش ايه اللي حصل لي يعني. وما زلت بكمل برضو قراية في التاريخ. قراية التاريخ خصوصا لو قريتي يعني قصة من أكتر من وجهة نظر رائعة رائعة وثرية جدا، وخصوصا أن الواحد يقدر، لا يعني الحمد لله أن أنا عندي المصادر أو أقدر لقيها. مصادر القديمة بالذات أكتر من رائعة، يعني زي المقريزي، ابن إياس، ابن تغري بردي، الأسماء الكبيرة في اللي كتبت التاريخ يعني، فكلها حاجات حلوة جدا. كتير بقى من الناس سألتني طب أنت ليه ما كتبتيش المصادر في الآخر؟ طب إحنا لو كنا عايزين نكمل قراية عن عصر المماليك أو عايزين نكمل قراية عن حتى يعني البنات وتعليم البنات، ليه ما كتبتيش المصادر في الآخر؟ بس علشان بالضبط زي ما دكتور نيفين قالت، هو مش بحث أكاديمي، هو رواية. فلو كتبت المصادر في الآخر كأن أنا عاملة بحث أكاديمي وجايبة، وطبعاً لازم في فرق بين الرواية والبحث الأكاديمي. لكن ممكن أن أنا لما أتواصل مع القارئ أقول له لا ممكن تقرأ كذا أو ممكن تعمل كذا، بس كان بالنسبة لي دي دايماً يعني حتى في سبيل غرق فكرت أن أنا طيب أضيف مثلاً 2-3 حاجات ناس تقراها، وبعدين لقيت أن لا، مش عايزة حد هو بيقرأ الرواية يفتكر أنها بحث أكاديمي، عايزة يعرف أن هي عمل أدبي. تمام. في أستاذة رانيا رفعت وبعدين دكتورة سحر شريف برفع إيديهم. طبعا دكتورة سحر شريف وكيلة الكلية بتشرفنا النهاردة، وأستاذة رانيا رفعت أغششكم إن هي أخت دكتورة ريم، فحنخلي رانيا بعد دكتورة سحر يعني في بيتها. تفضلي دكتورة سحر. دكتورة سحر مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير منورانا. أيوة. مساء الخير دكتور نيفين، أشكرك شكرا جزيلا على استضافة الأديبة المتميزة الدكتورة ريم، وإن شاء الله نأمل قريبا في استضافتها لدينا في كلية الأداب. أنا لدي مدخلة بسيطة عن علاقة الأدب بالتاريخ. لا ينبغي أبداً أن نأخذ التاريخ من الروايات، لأن هناك فرق كبير جداً بين المؤرخ والكاتب والروائي. الكاتب والروائي لا يكتب بهدف التأريخ ولا يكتب بهدف كتابة التاريخ، لأن كتابة التاريخ علم كما نعلم جميعا، وله أصوله ويقف على أرض الحقيقة ويستند إلى الوثائق والمستندات. أما الفنان فهو يمكن أن نقول إنه يستلهم التاريخ ويضيف من خياله وإبداعه إضافات كثيرة جدا من الشخصيات التي ربما لم تكن لها وجود حقيقي داخل أحداث التاريخ، كالشخصيات الرئيسية والأبطال كجليلة وحسن وغيرهم من الأبطال.
إنما فقط على المؤلف ألا يحور في الأحداث الكبيرة والشخص وألا يلعب بمصائر الشخصيات التاريخية المعروفة التي حدد مصيرها من قبل المؤرخين، وعليه أن يكتب بكل حريته، لأنه عندما يكتب عن التاريخ أو مستلهماً التاريخ فإنما يفتح باب واسع، باباً واسعاً جداً للتأويلات والإسقاطات السياسية والصوفية والرمزية وغيرها من الأشياء التي يود أن يتحدث عنها. فالتاريخ ممتد منذ بدايته بخط أفقي ممتد إلى يومنا هذا، وأحداثه متكررة ويعيد نفسه ويعيد بعضه بعضا. فيجب أن نحذر كثيرا من أن نأخذ المعلومات التاريخية من الروايات، لأنها باب للفن والإبداع والخيال أولا. ولا ينبغي أيضا أن نحاسب المؤلف على ما كتب، لأنه يطلق العنان لخياله أولا ويستند على الحقائق الثابتة التي لا يستطيع أن يغيرها، إنما يضيف من إبداعه في الهيكل الفقري فيكسوه لحما وروحا من عنده ويقبل التأويلات المختلفة للقراءة فقط. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأشكركم جميعا على الفرصة، وأشكر الأديبة الكبيرة التي أتمنى أن تمنحنا كتابتها لنقرأ ولندرسها دراسة متأنية في قسم اللغة العربية لدينا وفي أقسام الأدب، وتشرفينا بإذن الله قريبا نلتقي. شكرا دكتورة سحر. أنا فعلا سبق وطلبت من دكتورة ريم إن هي ترسل إلينا مجموعة كتاباتها، وطبعا أنا سعيدة جدا بوجود حضرتك. يعني مش عاوز أقول إن هي لأول مرة دكتورة سحر شريف بتشرفنا، وشكرا دكتورة ريم إن حضرتك خليتي الأديبة الدكتورة سحر شريف تشرفنا والناقدة في الأدب الحديث والأدب العربي الحديث. صح كده يا دكتورة سحر؟ أنا بتكلم صح؟ أشكرك دكتورة نيفين. وفي الحياة يعني هو الكار يغلب، لأنه تخصصي هو السرديات، فالأدب الحديث سرديات، فده تخصصي الدقيق، لذلك يعني لم أستطع يعني أن أسكت أو ألتزم الصمت. حضرتك فتحتي لحظة جميلة وأعطيتينا، وحسمح قبل مداخلة ورد دكتورة ريم إن إحنا ندعو نعمل زي مؤتمر إن شاء الله حتى أونلاين فيرتوال، ويكون بين الرواية والتاريخ والإبداعات، وتكون دكتورة ريم بسيوني ويانا إذا حضرتك سمحتنا نعمله على الترم الجاي كده. ده شيء يسعدني، وأرجو أن نلتقي يعني لايف وأن نلتقي معا وألا تفرقنا الكورونا إن شاء الله، لأنه يعني هذه اللقاءات الأونلاين مبتورة ولا تشفي الغلة يعني فعلا حضرتك عندك حق، وبس يعني نفكر في الموضوع ده ونعمله نشاط، ودكتورة نيم ناخد منها وعد ويانا يا دكتورة سحر ان يبقى على معهد الدراسات اللغوية والترجمة مع وجود حضرتك قسم اللغة العربية. يعني لا ان شاء الله دكتور نيفين نشرف بيك ونشرف بالمعهد ونشرف بكم جميعا اعزائي في صالوننا الثقافي، ويعني لعل الله يجعل لنا مخرجا من هذه الأزمة إن شاء الله. شكرا دكتورة سحر. اتفضلي دكتورة ريم. طبعا أنا عايزة أشكر جدا دكتورة سحر على المداخلة الرائعة الوافية، وعلى وجودها النهاردة وعلى اهتمامها، وطبعا إن شاء الله هبعت لك الروايات، وأهمني جدا رأيك
ومهتمة قوي أعرف رأيك في السرد بالذات طبعاً، وده تخصصك فهتبقى حاجة رائعة يعني، بجد تشرفت بمعرفتك وأتفق معاكي جداً في كلامك. صح بالضبط زي ما أنت قلتي، الواحد مش ممكن ياخد التاريخ من الرواية ولا يحاسب الكاتب على أحداث روائية، فطبعاً ده حقيقي جداً. وزي ما حضرتك برضو قلتي حتة مهمة قوي دكتور سحر قالتها، وأنا دايماً بقولها على فكرة يعني إحنا متفقين جداً فيها، إن الكاتب الروائي ما ينفعش برضو يغير الأساسيات بتاعت التاريخ. يعني أحداث حصلت مهمة، ما ينفعش مثلاً حد انتصر في معركة وجابه انهزم أو حاجة، يعني أحداث تاريخية كده لو غيرها بقى يبقى فيها شوية غصب عننا هنحس إن ده فيه تزوير شوية في التاريخ، يعني حتى لو هي رواية بس برضو في شوية مصداقية في الحتة دي، فدي أنا برضو أتفق معها فيها جدا. شكرا دكتورة ريم. في دكتورة رانيا رفعت، تتفضلي. دكتور نيفين ازاي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. هو انا كان عندي خليني يعني كذا سؤال. خليني اقدمك ان دكتوره رانيا رفعت هي جميله ولسه حاصله على الماجستير وبجداره امتياز ما شاء الله، وان شاء الله يعني تبقى دكتوره عظيمه، وهي اخت الدكتوره ريم بسيوني. اهلا بيكي. أهلا بيك يا دكتور نيفين. طبعا أنا فخورة جدا أن أنا أخت ريم بسيوني. بس أنا عندي كذا سؤال بصراحة لدكتور ريم. أول واحد، دكتور ريم حضرتك عملتي كتب كتيرة قوي في السوسي لينغويستكس وعن الايدنتيتي في أكسفورد وأعتقد جورج تاون والجامعة الأمريكية، وحضرتك دايما كنت تدرسي الايدنتيتي بتاعة الإيجيبشنز بالذات، فهل ده هو اللي دفع حضرتك ان انت تعملي كتب عن التاريخ؟ وبرضو السؤال الثاني هو ان انا في رواياتك اللي قبل كده كنت دايما بتعملي برضو ستريس على الايدنتيتي، سواء كانت للمرأة او للمصرية، يعني كان في دايما ستريس على الايدنتيتي، فده هل هو كان تأثير مثلا الدراسة بتاعت حضرتك؟ ده أول سؤال. عندي سؤال تاني وأنا أختك طبعا بس أنا مش عارفة لحد دلوقتي الحقيقة، وهو هل يعني في حد من الأبطال دي، يعني الأبطال بتاعت رواياتك كلهم جاي من وحي حقيقي؟ يعني ممكن أنا مثلا أكون بطلة من أبطال الروايات أو حد من العيلة أو الأحداث مثلا جالك وحي منها من حياتنا العائلية؟ شكرا أستاذة راني. thank you قوي. يعني أولا تشريفك لينا بيسعدني، وأنا حاسة إن إحنا فعلا Alexandria e-learning club it's a club، فيعني حاسة بدفء المشاعر، فشكرا لوجود حضرتك ويانا. تفضلي دكتورة ريم. هو فعلا دراستي لعلم اللغة الاجتماعي، يعني أنا تخصصي علم اللغة الاجتماعي، فده خلاني وأنا بكتب في كتاب كتبته اسمه علم اللغة الاجتماعي في الوطن العربي، اسمه Arabic Social Linguistics، وأنا بكتب الكتاب ده اتعلمت عن العالم العربي وعن تاريخ العالم العربي حاجات ما كنتش عارفها خالص. أنا ما كنتش عارف أي حاجة عن الفرق بين السنة والشيعة، أقول لكم بصراحة يعني، أو تاريخ البحرين من سنة وشيعة، أو تاريخ العراق من السنة والشيعة، أو اللي كان بيحصل بينهم، أو إن هم عندهم اختلاف في اللغة ليه علاقة بوجود بإن هم سنة أو شيعة، يعني في حاجات كده ما كنتش أعرفها غير وأنا بعمل الكتاب ده. ففعلا كتابتي أو كتاب التاني اللي هو اللغة والهوية في مصر الحديثة أثروا فيا في الكتابات الأدبية، وخصوصا موضوع الهوية، لأن أنا دايما بشوف إن الإنسان ساعات لما يبعد بيشوف أوضح. فأنا كنت عايشة برا مصر مدة طويلة، ولكن مصر عمرها ما سابتني، يعني مصر كانت جوايا بروحها على طول، أي فرصة عندي بقعد في مصر، فكأني أنا شايفاها أحسن قادرة أن أنا أعبر عنها. فده خلاني برضو الهوية المصرية أول ما الواحد بيمشي أول لحظة بيفكر فيها هو مين، ليه هي هويته. والهوية هي على فكرة مش مجرد، أو الهوية عشان نبقى برضو دكتور صاحب تزعج مننا، مش مجرد يعني كونك انت شايفة نفسك ايه، لا، هي كونك الناس شايفك ايه،
كمان، يعني انت ممكن تشوفي نفسك حاجه وما شايفينك حاجه تانية. فدي كانت يعني الاثنين مع بعض هم بيكونوا الشخصيه نفسها او الهويه نفسها. فدي كانت بالنسبه لي اثرت فيا جدا الدراسه بتاعتي وكتابه الروايات. يعني وانا بكتب كتاب ده اللي هو اللغه العربيه او علم اللغه الاجتماعيه في الوطن العربي، نفس الوقت ده كتبت فيه روايه الحب على الطريقه العربيه، اللي هي كانت برضو من الروايات اللي اتباعت كتير ونجحت وطلع منها اكتر من طبعا روايه الحب على الطريقه العربيه، لانها بتتكلم على الهويه المصريه قدام بقى الهويه العربيه. فدي كانت برضو يعني حاجة تأثرت بيها. شخصيات حقيقية، يعني أنا بحس إن دايماً الكاتب بياخد من الشخصيات اللي حواليه، أكيد بياخد من الشخصيات اللي حواليه، بس ما فيش شخص معين كتبت عنه، يعني ما فيش شخصية معينة إلا في الدكتورة هناء، رواية الدكتورة هناء، لأن دي الدكتورة هناء كانت تمثل الأكاديمية، يعني طبعاً مش في كل أفعالها، لكن هي في إلى حد ما الست الأكاديمية اللي هي بتحاول إنها تعمل الصح في معظم الأحوال والتحديات اللي بتقابلها. فيمكن دي كانت شوية يعني شخصيات قابلتها، لكن غير كده يعني طبعاً مش ده، يعني لازم يكون في حاجة من الصحة، بس مش شرط تكون من العيلة، يعني ممكن تكون من برة برضو. شكراً دكتورة ريم. عايزة أجاوب سوري دكتور نيفين، في حد سألني بس الكتب العلمية مكتبة ديوان في طريقها أنها تجيبها إن شاء الله، اللي هما كتابين، كتاب اللغة والهوية في مصر الحديثة Language and Identity in Modern Egypt، وكتاب Arabic Sociolinguistics الطبعة الثانية اللي هي طلعت في 2020. الكتابين دول مكتبة ديوان بتوصلهم من اسكندرية، وإن شاء الله هي في خلال أسبوعين أو ثلاثة هيكونوا موجودين. فإن شاء الله لو يعني حالاً عن الموضوع ده برضو كنا فين حدقدر تقول يعني حضرتك أول ما يوصلك الخبر حضرتك قوليلي، وأنا أخطو لقراءنا ومتابعينا على Alexandria E-Learning Club بحيث إن هم يقدروا يبقوا متعرفين على وجود الكتب. وأنا حطيت أوريدي على الصفحة بتاعتنا كل كتب حضرتك بحيث ان هما يقدروا منين بيقدروا يشتروها. كمان كان في دكتورة نهال حافظ بتقول لحضرتك لقد قرأت ولاد الناس رواية تاريخية دسمة وشيقة، الرواية التاريخية توضح الهوية الثقافية للشعب مثل روايات أمين معلوف. حضرتك ايه رأي حضرتك في هذه المقولة وهذه العلاقة يعني ما بين أمين معلوف أن الرواية بتوضح اللي هي طبعا أمين تفضلي توضيح الهوية الثقافية. لا أمين معلوف كاتب رائع، وفعلا هو كان بيعبر عن الهوية بطريقة حلوة جدا مختلفة عن بتاعتي، بس هو كاتب يعني تقيل جدا ورائع وبيكتب من قلبه وبصدق شديد. شكرا دكتورة ريم. في سؤال كمان من الأستاذة روان سامي إبراهيم، سؤالي هل يمكن للكاتب أن يستلهم الأفكار من الأشياء من حوله والقراءة المستمرة ويحاول دفع نفسه للكتابة أم ينتظر الوحي للكتابة؟ هو أعتقد نفس الحاجة كنا ابتدينا بيها، بس ما فيش مانع نستكملها. يعني نفس بالضبط زي ما احنا قلنا قبل كده، لا الاثنين طبعا الاثنين، هو لازم يعني في لحظة لازم هيدفع نفسه وعنده فكرة بس بدأ ان هو خايف، فبداية الفكرة لازم ان هو يدفع نفسه للكتابة طبعا وما يوقفش برضو، لان الفكرة ممكن تروح. لكن القراءة الشديدة والفهم، يعني مفيش اي رواية انا عملتها حتى الروايات المعاصرة ما احتاجتش البحث. يعني لما جيت اعمل مثلا روايه مرشد سياحي، طب ما انا لازم اعرف حياه المرشدين السياحيين، ده انا قريت مش بس حياه المرشدين السياحيين، انا قريت المناهج اللي هم بياخدوها في الجامعه عشان اعرف اكتب عن المرشدين السياحيين، غير بقى ان انا عملت حوارات معاهم، غير ان انا سالت الناس عليهم في الاقصر وفي اسوان وفضلت اسمع قصص. ففي قصص كتير موجوده في روايه مرشد سياحي حقيقيه، قصص حصلت لناس. فبدات ان انا يعني اي روايه الواحد بيكتبها لازم يبقى فيها بحث. ما فيش احنا مش ما نعرفش كل حاجه عن كل البشر، فلو كنا هنكتب عن ناس مختلفه عننا لازم يكون في شويه بحث. في برضو سؤال للاستاذه داريا، اتفضلي حضرتك تحبي تسالي استاذه داريا. دريه بنطقها بالانجليزي. هي بتقول سؤالها
بقول دوريا، انا قريتها دوريا، هي دوريه بالعربي. هي بتقول لاحظت تناقض في فتره حكم المماليك، كان يوجد قتل وعنف وفي نفس الوقت كان يوجد اسبله مساجد وجمع سبيل، يعني اسبله بتتنطق ازاي بقى في التاريخ؟ صح صح اسبله صح. وتعظيم رجال الدين، هل حضرتك لك تفسير لهذا التناقض؟ تفضلي. لا، هو تناقض كان موجود في المجتمع زي ما هي قالت. هو احنا بنتكلم عن عصور وسطى او نهايه عصور وسطى، والعصور الوسطى فيها عنف شديد. انا عايزه اقول لك ان احنا دلوقتي عندنا عنف شديد للاسف يعني في كل العالم، بس العصور الوسطى فيها عنف شديد جدا. الحاجات اللي احنا بنبص عليها يعني ان احنا مثلا نقطع حد اربعه، الخازوق، شق الناس، قطع الاطراف، الحاجات دي كانت يعني بالنسبه لهم يعني اي واحد بيعمل جريمه صغيره ممكن يلاقي عقاب شديد جدا. فاحنا بنبص لها دلوقتي ونبقى شايفينها انها حاجه عنيفه، لكن هو العصور دي كلها كان فيها عنف، يعني مش المماليك بس، هو العصور دي كلها كان فيها عنف. لكن طبعا اللي بيقرا روايه اولاد الناس، هي الروايه نفسها مش واخده، يعني هي بتعبر عن الواقع بتاع المماليك، سواء كان الحاجات الكويسه والحاجات الوحشه الاثنين، يعني عشان الانسان يكون برضو صادق في يعني في طريقه انعكاسه انعكاس العصر. ميرسي دكتوره ريم. في استاذه ايمان الشناوي واستاذه ريهام، انا مش عارفه هي دكتوره ريهام ولا استاذه ريهام. ايوه انا دكتوره ريهام. اهلا بيكي، اهلا بيكي. اصل انا شايفه كده متدخل ليه، انت وحشتينا دكتوره. بمعهد الدراسات اللغويه برحب بيها، وهي زميلتي، وانا اشرف ان انا اعمل معها في نفس المعهد، وهي طبعا استاذ الادب كله راح دلوقتي مني عشان انا عاوزه ارحب بيك استاذ الترجمه والثقافه والدراسات الثقافيه. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. اهلا بيكي يا دكتور نبيل، مديرتي مش بس صديقه. يعني انا ليا بس مداخله مع دكتور ريم، طبعا يعني تشرفنا جدا، وانا كمان صراحه اول مره تو جوين ان الالكسندريا ليرنينج كلب. اهلا بيكي. فيعني متشرفه جدا بوجودي معاكم. انا ليا بس سؤال على تكنيك الرايتنج بتاع سبيل الغرق، انا بقراها دلوقتي. What I liked very much ان هي يعني، واحب تديني كومنت، مش عارفه حاسه قوي فيها نفس تكنيك تجليات الغيطاني للغيطاني، فيها البعد الصوفي الفلسفي. ايفن تكنيك الرايتنج اما بتنقلي ما بين كاركتر الكاركتر وبتقصلي الكاركتر ببعدها النفسي والاجتماعي والبعد الروحاني اللي هو تقريبا التيمة الموحدة يعني طبعا هو صعب قوي للكاتب ان انا انا بكلم كناقد بس عايز اعرف تأثير الغيطاني. سلامتك. ده برد، معلش يا عيني يا ريهام، معلش. انا سمعت سؤالك. انا هقول لك بصراحه واخجل ان انا اقول كده، انا ما قريتش تجليات الغيطاني، فانا طبعا يعني انا هقراها واشوف بالظبط زي ما انت قلتي اذا كان. انا متاكده انا قريت تجليات الغيطاني وصراحه ما مسكت سبيل الغارق، وكنت لسه هعمل لك على الفيسبوك نفس الحكايه، بس للاسف مش قاعده يعني بسبب البرد مش بقعد على الكمبيوتر ولا لوج ان كتير. انا حسيت ان طبعا رسمك للكاركترز اكتر من ساحر كمان، يعني سو جريبينج. شكرا. انت وصلتي فيا يعني انا وصلت الحسن، وصلت النطه ما بين كل كاركتر وكاركتر، وصلت يعني لسه في الاول نصها. اوكي تمام. بس النطه ما بين كاركتر وكاركتر والتوليفه والحبكه اللي انت عاملاها في الكونكشن ما بين كلهم very much فيها نوع من fragmentation like exactly like الغيطاني style. لان هو الغيطاني fragmented جدا لدرجه ان هو taxing جدا في القرايه يعني، بس في نفس الوقت عذوبه اسلوبك والمفردات اللي جايه من القران ومن الادب الصوفي هي اللي عارفه مخليه عامله thematic unity and harmony across
the different characters that you move lucidly from one character to another. كنت عايز اعرف تاثير الغيطاني عليكي بامانه لان هو الغيطاني من اصعب الكتاب اللي ممكن حد يقراهم يعني. دكتوره ريهام بس انا الحقيقه برضو للاسف ما قريتش تجليات ال انا بس اوكي ما قريتش لسه تجليات الغيطاني بس غالبا لازم اقراها يا ريهام. انا قريت للغيطاني بس كتاب الرن الحقيقه ودي كانت روايه طبعا غير الزيني بركات وكتاب الرن. كتاب الرن انا كنت شايفاها انها من احلى الروايات اللي انا قريتها, هي مختلفه وغريبه وهو كاتب عظيم طبعا جمال الغيطاني. انا ما قريتش التجليات فلازم اروح اقراها بقى واشوف دلوقتي. هو التجليات فيها البعد الصوفي لنفس في القصه عندك يعني لا يبقى توارد خواطر فكرة reincarnation. لا 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 مش قصدي انك انتي مقتطفة منه خالص والله, انا قصدي فكرة الارواح السارية ما بين البشر واللي بتمد علاقاتهم مع بعض اللي هي الويف تيم. حلو قوي دي. مش قصدي خالص اقتباس خالص, بالعكس اسلوبك متفرد جدا عن الغيطاني. الغيطاني انا بقولك انه اسلوبه يعني متعب, يعني متعب even عربي وايز. لا العربي هنا lucid جدا بس في نفس الوقت في جزء كبير قوي من المفردات الصوفية اللي هي بتعملك زي مش كاثارسيس بس تنقلك في عالم تاني. This is the, my experience of reading the book. حقيقي احنا شاكرين يا حبيبتي, ربنا يخليكي ونفسي وتخلصي تقولي رأيك بقى ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. Thank you دكتورة, لان حقيقي عجبتني. شكرا دكتوره ريهام تشريفك لينا لاول مره, وشكرا للدكتوره ريم ان جبت لنا صديقه عزيزه وزميله كمان. ربنا يخليكي ربنا يخليك. يعني انا مش عارفه النهارده جايبه لي كل الحبايب فاشكرك جدا. سؤال انا اللي مبسوطه قوي بجد. يعني السؤال كمان استاذه ايمان الشناوي بتطرح سؤال وبعدين استاذه دريه. اتفضلي استاذه ايمان, حضرتك رفع ايدك. اتفضل. ايوه يا دكتور معاكي. معلش ليا سؤال برضه دكتور ريم. من خلال قراءتي برضه لروايه سبيل الغارق واولاد الناس, نظريه الفساد اللي هي اوريدي حضرتك شرحتيها في المجتمع المصري سواء كان من اولاد الناس اللي هم المصريين من 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 اصول مماليك او المماليك الخالصين او المصريين اللي هم ما لهمش علاقه بالمماليك اللي هم السكان الاصليين لمصر. يعني برضو فكره اللي انا لاحظته ان هو فكره الفساد الاجتماعي موجوده ومتاصله في مصر منذ قديم الازل. معلش هي فكره بس استوقفتني يعني في يعني ان هي تحسي ان دايما التاريخ بيعيد نفسه. فهل هي فعلا حضرتك في قراءاتك التاريخيه ان يعني كان في جذور الفساد دي موجوده؟ لان حتى في وقت لما بيبقى فيه الحاكم عادل والدنيا متزنه برضو بيبقى فيه فئه يعني كانها الفساد بالنسبه لها هوايه, يعني ما ينفعش انها تبقى فير, لازم تعمل حاجات غلط. وطبعا في وقت طبعا ما بيبقى فيه الحاكم غير عادل وليه طبعا فروعه في كل حته طبعا الفساد بيضغى ويضغى اكتر. فأنا كنت عايزة بس أسمع وجهة نظر حضرتك في النقطة دي وتجسدها في الروايتين دول سواء أولاد الناس أو سبيل الغارق. شكراً. طبعاً معلش هقولك الحقيقة إيمان والحقيقة مؤلمة. الفساد كان موجود من زمان قوي وموجود بكثرة, وعندنا برضو المؤرخين زي المقريزي مثلاً بيكتب لنا كتب يعني أوراق وأوراق على فساد بيحصل من كل فئات المجتمع. عندنا طبعا ابن إياس نفس الحكاية. فلا الفساد موجود في كل البلاد طبعا وفي كل العصور وموجود زمان, يعني موجود من قبل المماليك كمان, من قبل عصر المماليك. ودايما بيبقى فيه يعني شوية ناس بتبقى مش مبسوطة من العدل ومن وجود نظام صارم, فبيبقى يعني هي دي حاجة موجودة. وحاجة أنا بحاول عليكها في رواياتي كتير, يعني مثلا رواية الدكتورة هناء ورواية أشياء رائعة, معرفش قريتيهم ولا يا إيمان؟ لسه ما قريتهم مش متهيألي صح؟ يعني هم هتلاقي ان هم الاثنين بيتكلموا على موضوع الفساد ده, يعتبر الفكره الاساسيه في الروايتين يعني. لا الحقيقه انا لسه ما قريتش الروايتين دول. ان شاء الله يعني بعد سبيل الغارق هيبقى هي دي هكمل بقيه السلسله بتاع حضرتك اكيد يا حبيبتي. خلاص ماشي هعرف رايي. شكرا دكتوره ريم على اجابه سؤال. في دكتوره داليا سعود حابه تسأل سؤال. اتفضلي دكتورة داليا الكاتبة العظيمة وأستاذة اللغة الفرنسية, اتفضلي حضرتك.
مساء الخير، شكرا دكتورة ريم، أكيد جميلة. وإحنا أنا ببقى سعيدة جدا بقراءة، يعني أنا إلى الآن لم أقرأ الروايات، لكن أعد بألا ينتهي اليوم إن شاء الله إلا وقد بدأت في القراءة إن شاء الله. لدي سؤال من واقعة حرق المكرونة. يقول نجيب محفوظ في رواية السراب: إن الذين يكتبون لا يحيون. هل الحياة داخل اللغة تغني الأديب عن الحياة الواقعية؟ وإلى أي مدى؟ وهل كان توقف الشطر الآخر من السؤال، هل كان توقف السنوات السبع العجاف أدبياً وليس علمياً يعود إلى رغبة في النهل من الحياة الواقعية؟ شكرا طبعاً دكتورة داليا، أنا سعيدة جداً بوجودك النهاردة، وهستنى رأيك في الروايات، هستنى رأيك، يهمني جداً سؤالك. أنا متشوقة جداً للقراءة، كان بقالي فترة فعلاً يعني عمال أقول إيه، لا بلاش أكون أعمل زي الناس اللي بتعمل هاكينج وتنزل الرواية على بس نظراً لوجودي بعيدة، وفعلاً أنا سألت عليها في أكثر من مكان، ظروف الكورونا أخرت وصول كتب كثيرة جداً إلى المكتبات، فاللي هيحصل إن أنا يعني اليوم بل الآن قمت بتنزيل أولاد الناس، ولن يعني أترك الليلة يعني تنتهي قبل أن أكون قد بدأت بإذن الله إن شاء الله. فهل يعني أنا بجد سعيدة جدا بمعرفتك، وأنا كمان، والاقتباسات اللي قرأتها على تويتر وعلى يعني حسيت إنه بتنادي شيئا ما داخلي، يعني ليس فقط على المستوى الصوفي ولكن أيضا على المستوى المعرفي، شيء براق وواضح إنه وراه عقلية تجيد البحث العلمي بشكل منظم جدا، لأنه الرواية الجميلة كتير جدا السؤال سأل إن هو الشخصية دي جبتيها منين؟ ال 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 الكاتب الماهر كما النحلة يعني بيأخذ من كل زهرة عنصر ما، والقارئ لا يستطيع أبدا أن يقول جاب الكلام ده منين. لو استطاع القارئ إنه يعرف الكاتب والأديب جاب الكلام ده منين، لا يصبح أدبا، لا يصبح عملا مخلقا كما العسل. فالنهاردة إن شاء الله سأبدأ في رواية أولاد الناس، و يا رب يخليك، وهستنى رأيك. أكيد يسعدني إن شاء الله جدا. في هل الحياة داخل اللغة تغني الأديب عن الحياة الواقعية؟ وهل توقف السبع سنوات أدبيا يعود إلى رغبة في النهل من الحياة الواقعية؟ لأنه ده على فكرة حصل لنجيب محفوظ اللي حضرتك أخذت الجائزة بتاعته، بعد الثلاثية توقف لمدة 5 سنوات، وظن أن الموهبة بتاعته قد نضبت وأنه خلاص ما فيش حاجة تانية، وحس أنه هو قال كل ما عنده في الثلاثية. فهل يعني فسر لنا فترة التوقف دي، هل هو فعلا بيبقى فيه بعد الكتابة المكثفة جدا بتأخذ الكاتب داخل اللغة لدرجة ان هو بيخاف انه يكون يفوت العمر وما يعيش، ولا ايه؟ يعني سؤال رائع، وخلتيني استفاد وافكر في حياتي، يعني انت خلتيني ان انا خلتيني فعلا اتأمل، وبصراحة أعتقد أن أنت اللي قلتي دلوقتي هو إجابة للسؤال. يعني أنت قلتي كلمة مهمة جدا: هل الكتابة تغني الكاتب عن الحياة؟ أنا ممكن أقول أن الكتابة تجعل الكاتب يتحمل الحياة بكل ألمها وبكل تحدياتها،
ويعني أنا بحس إن الكتابة بالنسبة لي فعلا تخليني أقدر إن أنا أعيش أو أتحمل الحياة. من غير الكتابة لا، في حاجة يعني كبيرة فقدتها. هل الفترة أنا توقفت فيها كانت عشان فعلا طلعت كل اللي عندي في اللحظة دي وما فيش حاجة تانية عندي، ولا كان علشان أنا بحاول إن أنا أعيش الحياة؟ وأعتقد دلوقتي أنت علمتيني يمكن فعلا إن ممكن تكون علشان أنا كنت في الوقت ده بعيش الحياة. يعني أنا فاكرة الوقت اللي أنا كنت بعمل فيه الماجستير والدكتوراه في انجلترا، لا ما كتبتش برضو، توقفت عن الكتاب، مع ان انا كنت بكتب كتير جدا في الجامعة وتوقفت عن. ففي يظهر ان الواحد بياخد فترات كده في وسط عمره، يعني زي ما تقولي ياخد نفس ويعيش الحياة نفسها، وبعدين بعد كده يتجه مرة تانية للكتابة. يظهر كده فعلا، انت خلتيني ان انا افكر تاني في نفسي واعيد الحسابات. الله يخليك، شكرا يا دكتورة جالية. والله جدا بمعرفة حضرتك، وانا كمان جدا بشكر الدكتورة نيفين إنها جمعتنا الليلة الجميلة دي، وإن شاء الله نجتمع على الحقيقة بعد الاجتماع على زوم إن شاء الله. يا رب يا رب، يشرفني ويسعدني جدا. يسعدنا والله جدا. شكرا دكتورة ريم، وربنا يبارك في حضرتك، ومتشوقة جدا لقراءتك. يا رب خليكي، وحنتظر رأيك بجد فعلا دكتورة نيفين. تفضل. نموذج ملالة حضرتك، مجرد ما حكيتي عن جليلة جه في بالي نموذج ملالة، لأنه فعلا إلى الآن نموذج جليلة. وعلى فكرة صوتيا يعني من الفونولوجي بتاعت جليلة وملالة، أنا أول ما سمعت جليلة سمعت ملالة، والاثنين بيتردد فيهم حرف اللام، فهل في ملالة داخل جليلة؟ سؤال كمان من وحي. يعني أنا طبعا مش ممكن يكون في العقل الباطن، لأن أنا زي ما حضرتك قلتي أول ما قريت عنها افتكرت برضو ملالة، يعني اول حاجه جت في دماغي. وافتكرت ان احنا، يعني انا ما اعرفش طبعا دي كلمه هقولها كده ثوره شويه، هل احنا حتى لحد يومنا هذا تعليم المراه لو وصلت انها تاخد الدكتوراه، وانها هل ده بيبقى بسهوله في مجتمعنا؟ هل الرجل بيتقبل ده بسهوله؟ انا حاسه ان لسه برضو، يعني كتير من اصدقائي ممكن يقول لي لا، لما يجي واحد يتجوز يقول لك لا انا مش عايز واحده تعرف اكتر مني، لا انا مش عايز واحده مع دكتوراه، لا انا مش عايز. يعني في برضو لسه الحته بتاعت المراه يعني ما تقدرش انها توصل لما هو ابعد من اللي وصل له الراجل. هنطرح حوار ما بين الاديبات والتعليم والادب. ده يعني هنعمله أكيد دكتورة دالية، وعديني بلقاء أدبي قريب إن شاء الله عن فلوبير، فإن شاء الله بقى نبقى سعيدها إن شاء الله بإذن الله. يعني إحنا في فرنسا بتحتفل بمرور 100 عام على جوستاف فلوبير، فحننتهز فرصة برضو ندعو دكتورة ريم ونعمل هذا اللقاء بإذن الله. بإذن الله. شكرا دكتورة ريم، شكرا دكتورة داليا الأديبة الجميلة الرقيقة ذات الرقيع، وجود حضرتك ويانا. ورغم على فكرة أغششكوا حاجة، هي لسه مخلصة محاضرتها من ساعتين في السعودية، فهي فكانت راجعة في الطريق وقالت لي هكون متواجدة، فشكرا لتواجد حضرتك معنا. شكرا لحضرتك والله، شكرا ليكم جدا، وشكرا لألكساندريا إي لورنينج كلاب، اللي هو فعلا أنا يعني الحقيقة اسمحوا لي أقول لكم أنه صحيح أنه اللقاءات على الحقيقة بتبقى مصرية جدا، بس للناس البعيدين زوم قرب المسافات وجعل في علاقات انقطعت بقالها سنوات. يعني الحمد لله بقينا نجتمع على العلم وعلى الندوات الثرية، وأعتقد إنه زوم هيكون له مكانة في ما بعد الكورونا، لأنه هيقرب المسافات وهيبقى فيه يعني اللقاء بالنقاد الآخرين، اللقاء بالأدباء الآخرين، دي هتبقى فرصة أنه يبقى فيه تمازج بين الثقافات، ليس على المستوى العربي فقط بل على مستوى العالم فيما أظن. يعني إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتورة ريم، والله شرف كبير أن احنا تعرفنا بحضرتك. ده الشرف ليا بجد، يعني أنا معاكم النهاردة. أنا سعيدة النهاردة جدا، وأشوفك على خير دايما يا رب. شكرا دكتورة داليا، وشكرا دكتورة ريم. وعلى فكرة اللي رد لي الحياة بعد الامتحانات وحسيت ان انا بهو باخد النفس، الخبر انه في النهاردة الندوة،
لانه فعلا شكرا ليكي. شكرا شكرا دكتوره داليا. في ويانا، انا عارفه ان انا اثقلت عليكي وانا كنت عليكي قلت لك هي ساعه، لكن احنا داخلين في الساعه الثانيه انا عارفه يعني، فاسمحي نكمل بقيه الاسئله دكتوره ريم، ولا ايه تعبنا ولا ايه؟ ناخد سؤالين. طيب ناخد سؤالين كمان. ماشي اوكي، عشان في دكتورة يسرية وأستاذة سمية لهم سؤالين. دكتورة يسرية، حضرتك تحبي تطرحي سؤالك؟ اتفضلي دكتورة يسرية، أستاذ مساعد، أستاذ اللغويات الإنجليزية، جامعة دمنهور، كلية التربية. أهلا بحضرتك دكتورة يسرية. مساء الخير عليكم. مساء الخير. أهلا بحضرتك. وبنحب دايما نشكر حضرتك على أنك بتجمعينا في المناسبات الجميلة، وبتخلينا نشوف بعض حتى وإحنا بعيدين الأماكن يعني، فبتقربي روحنا من بعض، فشكرا ليكي على هذه الإدارة الجيدة للإيليرنينج كلاب. شكرا دكتورة ريم على الطرح الجميل. أنا متابعة في صمت يعني من بداية المحاضرة، ومستمتعة بالحوار، لأن أنا بصراحة ما بحضرش لقاءات أدبية كتير، وكمان يعني لقاء أدبي تاريخي، فده بالنسبة لي يعني حاجة جميلة جدا يعني، أول مرة بجربها يعني. فحضرتك الأسلوب رائع والعرض جميل، ويعني فترة التوقف اللي حضرتك قلتي عليها دي، أنا بقول إنها فترة تقييم ذاتي. الواحد الكاتب دايما بيبقى بيطلع من خياله، بيطلع من عقله، وروحه بتطلع في الكتابة، في مش روحه بتطلع يعني بيموت، لا يعني أقصد بيعكس روحه على الكتابات بتاعته، فدايما هو بيبقى حاسس بطريقة كتابته، ودايما بيبقى راضي عنها ولا مش راضي، بيبقى حاسس إن هو دلوقتي لا ده أنا ممكن أطلع حاجة أفضل من كده. فأنا بقول فترة التوقف دي بتبقى عبارة عن تقييم ذاتي، إن الواحد بيبقى منتظر يطلع حاجة تليق بنضجه الأدبي، تليق بأسلوبه اللي هو وصل ليه، لأنه طبعاً بيبقى مكمل المسار التاريخي بتاعه أو المسار الأدبي، بيبني هرم، فما ينفعش إن هو يبني هرم يكون غير كل طوبة فيه تبقى أفضل من الأخرى، فلابد إن حضرتك دايماً تكوني بتقدمي الخير وبتقدمي الأفضل. ويعني أنا مش عارف أعبر لك، لأن أنا لا أجيد اللغة العربية يعني، فأنا بعبر لك فبعبر لك بمشاعري الطبيعية، إن أنا فعلا سعيدة جدا باللقاء ده، وحسيت فيه إنه يعني حاجة راقية وحاجة جميلة وحاجة بتخاطب فينا كلنا اللي جوانا، يعني إحنا كلنا بنبقى عايزين نعرف التاريخ كان فيه إيه، حصل إيه، طب إحنا إزاي الناس هتتكلم عننا بعد كده، هل يا ترى حد هيدور علينا وهيدور على الحقبة التاريخية دي ويكتبها، ويكون عنده الحس الأدبي الجميل اللي يعكس بيه حياتنا دي. عجبتني قوي حضرتك لما قلتي انه النساء كفخوا وما كانش حد بيتكلم عنهم. النهاردة اللي بيعطس لمؤاخذة يعني العطسة بتتنشر وبيبقى كل الناس عارفينه، لكن دول فعلا نحطوا في الصخر وعملوا إنجازات اللي احنا السبب فيها دلوقتي، متمتعين بالحرية ومتمتعين بالعقلية الأدبية اللي زي حضرتك قدامنا، فدي كلها حاجات يعني حضرتك بتعرفينا حاجات بصراحة يعني جميلة جميلة يعني، فالشكر كل الشكر ليكو، ونتمنى مزيد من هذه اللقاءات الرائعة اللي بتعيد لنا فعلا. الواحد بيحس انه بيرطب يعني، الدنيا فيها سخونة فالواحد بيرطب بهذه اللقاءات يعني. شكرا دكتورة، شكرا لكم، وتمنياتي بالتوفيق دايما. دكتورة ريم، تسلمي دكتورة نيفين. شكرا دكتورة يسرية جدا على كلامك، وانا هنتظر كمان رايك في الروايه، في روايه سبيل غرق وفي اولاد الناس ثلاثيه المماليك، احب جدا اعرف رايك فيهم، وكده انا حاسه ان انا عايزه اشوف دكتوره داليا، زي ما قالت لك دكتوره داليا لن يمر اليوم الا لما ابدا القراءه يعني ربنا يخليك يعني فعلا انت اثرتي فينا كده شعله يعني، ولعتي النور عندنا زي ما بقول. يا رب يخليك. انا كده دكتور نيفين لازم عايزين نعمل لقاء تاني بعد ما نقرا عشان نقعد تاني نتناقش مع بعض. انا مش هشبع منكم كده خلاص. انا ولا احنا هنشبع من حضرتك ولا من لقاءات الدكتوره نيفين. يا رب يخليكي. شكرا يا دكتوره يسري. ربنا دكتوره ريم، نختم بسؤال
أستاذة سمية هي طالبة دكتوراه في قسم اللغة الإنجليزية، فهي قرأت الاثنين وهي في سبيل، وقرأت اللي هو أولاد الناس وقرأت سبيل الغارق، فليها سؤال. اتفضلي أستاذة سمية. ألو ألو. أيوة. لا ده أنا اللي بقول. مساء الخير. مساء النور. أنا سمعتك افتكرت. حضراتكم سامعيني كده؟ تمام. اهلا بيكي سمية وقسم اللغة الانجليزية. اهلا وسهلا بحضرتك دكتورة نبيل. اهلا بيكي. اهلا بيكم، شكرا جدا على الفرصة اللطيفة دي. دكتورة ريم، انا قريت اولاد الناس وسبيل الغارق ورا بعض في 6 ايام. يعني هي صديقة مشتركة مع دكتورة ريم، سوزان عابد لو حضرتك تفتكريها. طبعا جابت لي أولاد الناس، فاللي هو في 3 ايام كنت مخلصة وبدأت وراها على طول في سبيل الغرق. وانا في مرحلة القراية، يعني في لحظات القراية كنت بتوقف كده في لحظة، يعني انا كان سؤالي استوقفني جدا المزج ما بين التاريخ والتفاصيل الإنسانية في خلق الشخصيات نفسها، يعني بعيدا عن اي هيستوريكال، عن اي سياق تاريخي او احداث عامه، لكن لما هنيجي نتكلم على الشخصيات، الابطال، جليله، الامير محمد، مشيد العمائر، في لحظات كده كنت بقف بتنح. طب هما بني ادمين بجد؟ طب يعني الديتيلز دي، التفاصيل دي، وصلنا ازاي ان احنا نجيب تفاصيل تاريخيه بهذه الدقه وفي نفس الوقت يعني بتوصل أقصى درجات وإحساس بالإنسانية، إن الكاركتر أو الشخصية اللي أنا بقرأ عنها دي لحم ودم، مش مجرد اسم على مبنى أو اسم في كتاب تاريخ. فأنا عندي فضول بصراحة عن إزاي حضرتك قدرتي توصلي للنقطة دي. يعني أنا بمجرد ما خلصت سبيل الغارق، أنا عندي مجموعة مجلة الفتاة. بشكل تلقائي طلعت المجلد بدور على اسم جليلة. انت عندك ازاي ده في حد ذاته؟ كنت خدت كورس من حوالي 7 سنين، سنة 2013، مع مؤسسة المرأة والذاكرة. كانوا من الماتيريال اللي قدموها لنا، يعني حاجات كتير مقتنيات بصراحة من الأوتبوت بتاع السيدات، يعني الشغل بتاع النسوية عموما في مصر. فتحت المجلة بدور على اسم جليلة، هل هي فعلا كتبت في الفتاة؟ يعني عايز أعرف إزاي وصلنا للمرحلة دي. هو مش مجرد إتقان، يعني هو إبداع. يا رب يخليك والله. خاصة يعني وأنا قريت بعد ما خلصت الروايتين دول، رجعت للروايات الأولى لحضرتك. يعني قريت إيه بقى؟ قريت رائحة البحر، وقريت بائع الفستق، ومرشد سياحي، وحاليا شغالة في أشياء رائعة. يا ده انت تبقى متخصصة، ده انت كده. لا يا سمية، سمية لا، أخش على الصفحة بتاعتنا، مش هينفع. أنا موجودة على الصفحة. طبعا يعني هو اسلوب الكتابه، يعني او الكتابه في كل الروايات جميله، ولكن سبيل الغارق يعني هو دايما في فكره البحث عن الهويه، الصراع، عشان الصراع النفس، عشان values معينه موجوده في كل الروايات، ده يعني تقييمي. بس سبيل الغارق واولاد الناس في حته تانية، يعني في تطور رائع، يعني ده من حظنا ان ده حاصل. فأنا عندي فضول أعرف يعني التاريخ والحقيقة فين؟ مين فين؟ ولا الأوفرلابينج أو المزج واصل لحد فين؟ هو ده سؤال. أنا أسفة أن أنا طولت يعني. لا لا خالص، لا خالص. طبعا سمية، أنا حاسة أن أنا كتبتلك إهداء، صح يا سمية؟ أيوة كده. شوفي بقى، أنا فاكرة في بيت الكتب. أيوة أنا فاكرة إزاي، شفتي؟ شكلك ما نسيتوش يعني. لا أنا سعيدة جدا بيكي، وقسم إنجليزي ده القسم بتاعي طبعا، فيعني حاسة أن أنا سعيدة قوي أن أنا بتكلم معاكي النهاردة.
هقول لك حاجة، دي وجهة نظري طبعا، أنا بكون فعلا شايفة الناس دي حقيقيين، أنا بكون عايشة جوه العصور دي، فأنا مبسوطة أن وصل لك نفس الإحساس. يعني أنا يعني بعاني بعد ما خلص أي رواية، يعني اللي أرى أولاد الناس في لحظة اللي هو شاد العمائر، خلص المبنى اللي هو بيعمله وحس بفراغ جواه وحزن. فأنا لما خلص أي رواية ببقى عندي فترة فعلا فيها معاناة، يعني فيها فترة معاناة، لأن حاسة أن كأني طلعت حاجة من جوايا والشخصيات طلعت. عارفة لما تكون أنت مثلا عندك أطفال، والأطفال دول خلاص راحوا عايشوا لوحدهم، فأنت خلاص كده مش قادرة أن أنت تمسكيهم تاني، تدخليهم معاكي تاني، جواكي تاني. فهم بالنسبة لي بيبقوا لهم حياة ولهم مصداقية، وأنا بشوفهم كلهم حقيقيين. فيمكن عشان كده أنت وصل لك نفس الإحساس، لأنك أنت قارئة حساسة وقدرت تحسي بالضبط الكاتب حاسس بإيه. عارفة القارئ الحساس، مش القارئ اللي قرى كتير، القارئ الحساس اللي عنده مصداقية وحساسية جواه، هيقدر وهو بيقرأ يعرف الكاتب ده كاتب الرواية دي ليه. هل هو كاتبها عشان لازم يكتبها، ولا هو كاتبها علشان عايز يكتب رواية، ولا هو كاتبها زي الكتاب بتوع مثلا بره ان هو عايز بس يبقى عنده روايات كتير وبيكسب منها، ولا هو كاتبها عشان ايه. فهو الكاتب الحساس ده، القارئ الحساس، قادر يفهم ويحس بالاختلاف ده. فاعتقد ان انت كده، يعني انت من القراء دول. اشكرك جدا لو ده رايك. برضو احب، انا اسفه برضو على الاطاله، بس هي في المشهد الاخير في اولاد الناس اقل ما يقال عنه انه ماستر سين، يعني مشهد تداخل الاتراك مع سيلار. انا سيلار خلاص يعني سبب لي ازمه وجوديه الحقيقه، ان هو بيعبر عن كل المشاكل والازمات اللي احنا حتى كجيل مرينا بيها. فكره ان هما في المسجد وهو بيحكي لابنه، وده واقف وده واقف، في الاخر هما نسيج واحد، يعني بينتهي بيهم المشهد ان هما ده بيتوه في ده، ان at the end هما مصر. فده يعني كان مشهد ختامي فوق رائع. شكرا، شكرا جدا بجد يا سمية. وشكرا دكتورة ريم. دعينا نشكر حضرتك وأنهي اللقاء بجملة كوتيشن من كتاب سبيل الغارق، الطريق والبحر، صفحة 448. تريد أن تعرف أين الطريق؟ أريد أن أعرف هل أنت صديق أم عدو؟ هل سعيت سعيك بيقين يا حسن؟ لم يدخل اليأس قلبي حتى لو سيطر الحزن واستقر، وغضبك وكبريائك انتصرت عليهما يا شاطر حسن، اسعى. بشكر حضرتك وبنهي اللقاء على أن الإنسان لازم يسعى حتى لو كان حواليه من الحزن والغضب، أن يكون هناك طريق للفرح. وشكرا أن حضرتك أدخلتي السرور على قلبنا جميعا، جمعاء زي ما بيقولها في الفيلم، جمعاء. وبشكر حضرتك، وأكيد لنا لقاء آخر مع أولاد الناس. هي منى الشاذلي سبقتني وعملت اللقاء الجميل بتاع حضرتك على اليوتيوب، فإحنا إن شاء الله النهاردة بإذن الله هننزل الفيديو اللقاء ده على Alexandria E-Learning Club على اليوتيوب، وحضراتكم بكرة الصبح لما تصحوا هتلاقوه وتستمتعوا تاني بهذا اللقاء. شكرا وتصبحوا على ألف خير. شكرا دكتورة ريم، وجود حضرتك ويانا. شكرا دكتورة نيفين على الفرصة الجميلة. أنا حاسة أنكم كلكم أصدقائي، وأن أنا عايزة أشوفكم تاني وأسمع صوتكم تاني. فدكتورة نيفين إن شاء الله لازم تدينا الفرصة الرائعة دي تاني. أشكرك جدا جدا وتشرفت بوجودي معاكم. مرسي، وتصبحوا على ألف خير. تصبحوا كلكم على ألف خير. وشكرا تشريفوا أساتذتي وطلابي وأصدقائي. شكرا Alexandria E-Learning Club من جامعة الإسكندرية كلية الأداب، يرحب بكم دايما. مع ألف سلامة.